السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس CMA بارت 1، ومكملين مع بعض إن شاء الله في بارت البادجيتنج. خلصنا أول يونت اتكلمنا فيها عن الفوركاستنج تكنيك وعن الاستراتيجيك مانجمنت وعن البلاننج والاستراتيجيك بلاننج، وتعلمنا إزاي نعمل فوركاستنج على أساس علمي سليم، واتكلمنا عن إن إحنا إزاي نبقى فاهمين يعني إيه استراتيجيك مانجمنت، واللي انت ازاي تقدر تتكلم مع التوب مانجمنت في المكان اللي انت شغال فيه وتقول لهم ايه هي الاوبجكتيف بتاعت المكان وايه هي الفيجن وايه هي الميشن والكلام الجميل ده كله، وتعلمنا ازاي نحط بلان علشان نحقق الاوبجكتيف بتاعت الشركه. صح، الكلام ده كله اتعلمناه في اول يونت في البادجيتنج اللي كان عنوانها فوركاستنج اند استراتيجي. اتفقنا؟ هنبدا النهارده ان شاء الله في تاني يونت، وهنبدا نشتغل بجد بقى في عمل البادجت بايدينا بعد ما خلاص اتعلمنا موضوع فوركاستنج والاستراتيجيك مانجمنت والاستراتيجيك بلاننج. هنبدا نتكلم في اليونت دي، ظريفه قوي، هتتعلم فيها ازاي تعمل بادجت بايدك كويس جدا. ولكن قبل ما نخش في المرحله دي، عايزين ناخد شويه كونسبتس او مفاهيم او حاجات عن البادجت نفسها، عن طرق عملها، عن الرول بتاعت البادجت او دورها، ازاي هي كنترول تول تقدر تراقب بيها على المكان، ازاي هي كوميونيكيشن تول تقدر تعمل بيها تواصل ما بين كل الافراد او الادارات اللي موجوده في الشركه، ازاي هي بلاننج تول تقدر تحقق لك الاوبجكتيف اللي انت عملتها. اتفقنا؟ علشان كده هنبدا النهارده في اليونت ديت اللي هي هتتكلم ببساطه كده عن ايه. تعالى كده معايا نشوف هنتكلم عن ايه. بص، بيقول لك ايه، ادي يونت 10 اهي، بادجيتنج. حلو جدا، هنتكلم فيها عن الكونسبتس وعن الميثودولوجي والبريبريشن. الكونسبت هناخد شويه مفاهيم وتعريفات بسيطه عن الرول بتاع البادجت ودورها والكلام ده، وبعدين هناخد شويه ميثودولوجيز، طرق معينه لعمل البادجت او مناهج او اساليب معينه ان انت تعمل بيها البادجت، وبعدين هنخش على الايه، البريبريشن، اعداد البادجت، وده طبعا هيكون الجزء الكبير. النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الحته بتاعه الكونسبت، نشتغل فيها شويه، نفهم شويه تعريفات واساسيات عن البادجت. يلا بينا نبدا. بيقول اهو رول اوف بادجت، دور البادجت اند ذا بادجيتنج بروسيس، وعمليه عمل البادجت نفسها. اول حاجه بيقول لك دور البادجت ها او الرول بتاعها، ولكن كايه، ها، از اتول. تعال نشوف البادجت بنستعملها كتولز ازاي. اول حاجه بادجت از بلاننج تول، ازاي البادجت اداه من ادوات ان حضرتك تعمل بلاننج. طبعا شيء مفهوم جدا ان انا لما اجي اقول لك تعالى نعمل فوركاستنج او تنبؤ للمستقبل علشان نتنبأ مصاريفنا هتبقى قد ايه، ايراداتنا هتبقى قد ايه، صافي الربح بتاعنا هيبقى قد ايه، الليفل بتاع الانفنتوري هيوصل لحد فين، اخبار البرودكشن قد ايه ان يونتس وهكذا، فده طبعا بلاننج هيوصلك في الاخر للاوبجكتيف اللي انت عايزه. عشان كده بيقول لك اهو A budget is a written plan. يعني ايه كلمه written plan؟ يعني بلان مكتوبه. طب ما احنا عارفين، لا، written plan يعني ان حضرتك تصيغ الافكار اللي بتدور في دماغ الناس الى حاجه مانيوالي مكتوبه تقدر تقراها، كوانتيفايد، فيها ارقام. صح، عشان كده بيقول لك اهو البادجت دي بلان، ولكنها written plan for the future that force management، بتجبر الاداره to evaluate ها the assumptions، نبدا بقى نعمل evaluation او تقييم للassumptions والافتراضات بتاعتنا and the objective identified، والاهداف اللي احنا حددناها in the budgetary process. يبقى اذا البادجت دي عباره عن بلان، ولكن لها بلان written مكتوبه. بيقول لك company that prepare budget، الشركات اللي بتعمل budget anticipate problem before they occur، بتتوقع، تعمل anticipation او anticipate البروبلم، تتوقع المشاكل before they occur، قبل المشاكل ما تقع. ازاي الكلام ده؟ قال لك example اهو، مثلا if a company run out، run out يعني خلص، لو الكامباني ران اوت اوف اتس كريتيكال رو ماتيريال، لو الرو ماتيريال الكريتيكال الحساسه المهمه اللي عندنا ران اوت، نفذت او خلصت، يبقى ايه، ات مي هاف تو شات داون، يبقى اكيد هنقفل، مفيش رو ماتيريال نشتغل، يبقى اكيد هنقفل. صح، ولكن على افضل الاحتمالات، ات بيست، في افضل حاجه، ات ويل انكير، هتتكبد اكستريملي هاي فري كوست، هتدفع مصروفات فريت او شحن عاليه جدا تو هاف ذا نيدد ماتيريال راشد ان، راشد ان يعني تجيبها بسرعه، راش بسرعه. يبقى اذا لو حضرتك ما كنتش عامل بادجت، ما كنتش متنبئ بمشكله الران اوت اوف ماتيريال، ان الماتيريال هتخلص من عندك، هتتفاجئ فجاه ان الماتيريال خلصت، هتضطر تقفل، وافضل حاجه تعملها انك تروح تجيب ماتيريال بسرعه وتيجي. طبعا هتدفع هاي فريت كوست، بدل مثلا ما تجيبها شحن بالباخره هتروح تجيبها شحن طيران مثلا لو انت بتستورد الماتيريال بتاعتك. صح، ذا كمباني وذ بادجت، ولكن الشركات بقى اللي عندها بادجت ويل هاف انتسيبيتد ذا شورتج، تنبأت بالشورتج اللي هيحصل في الماتيريال ده، ومش بس كده، اند بلاند اراوند ات، وجهزت نفسها ليه وخططت له، وبالتالي افيرم ذات هاز نو جولز، الشركه اللي ما عندهاش اهداف
may not always make the best decision. مش بتعرف تعمل أفضل اتخاذ قرار. يعني شركة ما عندهاش هدف هتاخد قرار على أساس إيه؟ A firm with a goal, ولكن الشركة اللي عندها goal أو هدف in the form of budget, والهدف ده مترجم في شكل budget مكتوبة, will be able to plan, هتقدر تخطط. شفت بقى ازاي البادجت بلاننج تول جميله بتساعدك ان انت تعمل بلاننج. طيب تعال نشوف البادجت ككنترول تول, ازاي البادجت بتعمل كنترول او بتتحكم في كل حاجه. طبعا حضرتك لما تروح تقعد مع كل مانجرز من الناس اللي عندك في الشركه وتقول له قول لي ايه هي البادجت بتاعتك السنه الجايه, هتصرف كام السنه الجايه, هتجيب ايرادات السنه الجايه, فانت مثلا لما تقول له قول لي مصاريفك ايه وتبدا تناقشه في المصاريف اللي هو طالب ان هو يحطها في البادجت للقسم بتاعته او الاداره بتاعه, في الحاله ديت انت بتعمل كنترول في المصاريف اللي هو هيصرفها من قبل ما يبدا يصرفها. صح, عشان كده بيقول لك اهو a budget help firm, البادجت بتساعد الشركه control cost, ان هي ايه تتحكم في الكوست by setting cost guideline, هحط لك ارشادات للكوست المفروض تبقى ايه وهي الستاندرد كوست اللي انا هستعملها في البادجت, وبالتالي guidelines الارشادات دي reveals the efficient or inefficient, هتوضح reveals the efficient مدى كفاءة او inefficient عدم كفاءة use of company resource, لان انا دلوقتي لما اجي احاسبك بعد كده اقول لك البادجت بتاعتك كانت انك تستهلك مواد خام قد كده, ليه استهلكت مواد خام اكتر, يبقى انا كده بوضح هل في افشنسي ولا في ان افشنسي, كفاءه او عدم كفاءه في استخدام الريسورس بتاعت الشركه. عشان كده بيقول لك اهو these guidelines should reflect, تعكس بقى ايه careful analysis, ان انت عملت analysis دقيق جدا بحرص that may be gone, وبالتالي الاناليسيس ده بعد ما بدا but should not end with consideration of prior period result. حته مهمه قوي, هو عايز يقول لك ان الجايد لاين او الارشادات اللي انت حطيتها عشان الكوست تبقى ايه دي بدات بان حضرتك عملت كيرفول اناليسيس, مش مجرد رحت اعتمدت على مصاريف السنه اللي فاتت وخدتها معاك السنه دي تبقى مصاريفك السنه دي, لا طبعا اهو but should not, ما تكونش ابدا end with a consideration of prior period results. prior period results يعني نواتج او نتيجه السنوات السابقه او الفترات الماليه السابقه. يبقى حضرتك وانت بتحط الجايد لاين بتاعت الكوست انت بتعمل careful analysis, تبدا تقول له وريني الماتيريال دي بتتكون من كام جرام من الخامه, بتاخد كام ساعه عماله. شفت ده اسمه careful analysis, بتعمل analysis بحرص كده, ولكن مش مجرد اروح اقول لك هي خدت مننا قد ايه السنه اللي فاتت, طب استهلكت ليبر اور قد ايه السنه اللي فاتت, لا طبعا مالكش دعوه بالايه بالبريور بريود ريزلت. اتفقنا؟ بيقول لك a manager is less apt to spend money for a things that are not needed. امتى الكلام ده هيحصل؟ بيقول لك المانجر is less apt to, مش هيسعى لان هو spend money, يصرف فلوس that are not needed, مفيش احتياج ليها. امتى؟ if he know that all cost will be compared with budget, لو هو عارف كويس جدا ان all cost, اي كوست هيصرفها will be compared with ايه budget, وبالتالي هيمسك ايده شويه في المصاريف, هيبقى عارف كويس جدا ان هو وهو بيصرف اي مصروف انه هيتحاسب عليه, وبالتالي ده نوع من انواع الايه الكنترول. عشان كده بيقول لك he will be accountable, accountable يعني هيتحاسب. If controllable cost, لو الكوست اللي هو بيقدر يعمل عليها control exceeds a budget amount, تخطط البادجت amount, فهو عارف كويس ان هو هيتحاسب وبالتالي هيعمل control من الاول قبل ما يصرف اصلا. ايه تاني في البادجت ككنترول؟ بيقول لك budget can also reveal the progress of highly effective manager. هيتقول لك او هتبين لك البروجريس, التقدم بتاع الافكتيف مانجر, الناس المديرين المحترمين اللي موجود في الشركه. وبالتالي consequently employees should not view the budget negatively, وبالتالي الموظفين ما ينفعش يبصوا للبادجت دي بشكل negatively سلبي, ما ينفعش الموظف يبص للبادجت ان دي قيود مفروض عليه تعجيزية يعني معمولة عشان تعجزه وان مش هيقدر يحققها وبالتالي مش هيقدر ياخد المكافأة بتاعته او البونص. لا, المانجرز وكمان الامبلويز لازم يشوفوا البادجت كحاجة يحس ان هي بتاعته ownership, وبالتالي a budget is a just as like to provide boost, هتدي بوست او تعزيز للمانجر كارير as it is to be a determinable, اول ما تتحدد determinable يعني يمكن تحديدها او يمكن تحقيقها, وبالتالي هتبوست المانجر كارير, هتعزز وجود الايه المديرين في الشركه. في نمبر 5 هنا بيقول لك manager can also use budget as a personal self evaluation tool. حلو قوي الحته دي. يعني ايه personal self evaluation tool؟ ان كل مدير ممكن يقعد مع نفسه ويقفل على نفسه باب مكتبه ويعمل evaluation لنفسه ويقيم نفسه.
ازاي ده هيعملها؟ بان هو يقرر المصاريف اللي الاداره بتاعته صرفتها او الاهداف اللي المفروض الاداره بتاعته توصل لها مقارنه بالبادجت اللي معموله، وبالتالي هو عامل سيلف ايفالويشن لنفسه وللديبارتمنت بتاعه كمان، مش كده؟ كمان بقى حاجه مهمه، البادجتري سلاج هنتكلم عنه لسه بالتفصيل في نقطه جايه. وايه البادجتري سلاج ده؟ عباره عن ان انت تعمل اندر استيميتنج ريفنيو اند اوفر استيميتنج اكسبنس. ماله بقى الموضوع ده؟ هنتكلم عنه لسه بالتفصيل، ولكن خليني ادي لك عنه لمحه بسيطه كده. ان حضرتك يجي يسالوك هتبيع هتحقق ايرادات قد ايه، فتروح عامل اندر استيميشن تقول له رقم قليل. ليه؟ عشان تريح نفسك بعد كده في البادجت وانت عارف انك هتبيع وتحقق اعلى من كده كمان. طيب ايه تاني؟ اوفر استيميتنج اكسبنس، يسالوك مصاريفك قد ايه، فتقوم ضارب رقم اوفر قوي عالي. ليه؟ علشان تصرف براحتك وتبعزق ومحدش يقول لك انت بتعمل ايه، وبالتالي ده نيجاتيف افكت بيأثر على البادجت بتأثير سيء جدا. فبيقول لك اهو however must be avoided، لازم نتجنبه. if a budget is to have its desired effect، لو حضرتك عايز البادجت تحقق its desired effect التأثير المرجو منها، يبقى لازم تأفويد او تتجنب البادجتري سلاج. اتفقنا؟ طبعا ذا ناتشرال، طبيعه اند تندنسي واتجاه، طبيعه واتجاه المديرين از تو اي نيجوشييت فور ليس سترينجس ميجرز. كل مدير عايز ينيجوشييت او يتفاوض فور ليس سترينجس ميجر. سترينجس ميجر يعني معيار قياس قوي، ولكن هو عايزه يبقى ليس، اقل، مش عايز يتحاسب قوي يعني. يعني عايز لما يحط له سيلز بادجت تحط له سيلز بادجت حنينه، عايز تحط له اكسبنسز بادجت تحط مصاريف كتير قوي عشان يصرف براحته. اهو least strangest measures of performance so as to avoid unfavorable variance from expectation، وبالتالي هيتجنب ان هو يحصل له variance، انحراف unfavorable مش كويس from expectation، من التوقعات اللي كانت متوقعة منه. القصة بتاعت البادجتري سلاج دي كلها لسه هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية، وهنفرد لها صفحة كاملة وندردش فيها. ايه تاني من دور البادجت ككنترول؟ بيقولك for the budgetary process to serve effectively، عشان budgetary process تبقى شغالة كويس جدا، تشتغل serve effectively صح، as a control function تحقق الهدف المرجو منها ككنترول، it must be integrated، لازم تبقى متكاملة with the accounting system and the organization structure. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي لما تكون عايز تحاسب قسم من الاقسام المعينة، فانت لازم يكون عندك accounting system بيحدد مصاريف كل قسم كام، صح؟ تخيل معايا كده ان انت دلوقتي كاكاونتنج سيستم وكمحاسب شغال داتا انتري، بيدخل انتري على الاكاونتنج سيستم بتاعك، بيدخل جورنال انتري، وليكن جورنال انتري مثلا بمصاريف معينه، لازم حضرتك توجه المصروف ده على الديبارتمنت الخاص بالمصروف ده، عشان لما تيجي تحاسبه بعد كده مقارنه بالبادجت اللي كانت معموله تقدر تستخرج الداتا السليمه. وبالتالي لازم البادجت تكون انتجريتد مع الاكاونتنج سيستم، ومش بس كده الاورجانيزيشن ستراكشر، الهيكل التنظيمي بتاع الشركه. such integration، والانتجريشن ده بيعمل ايه؟ انهانس، بيعزز الكنترول. ازاي يا عم؟ by transmitting data and assigning variance to the proper organization subunit. transmitting data يعني توصل البيانات للناس، ومش بس كده بقى assigning variance، تحدد الانحراف ده بتاع مين من السب يونتس، من الادارات اللي موجوده جوه الايه؟ الشركه. طيب تعال نشوف البادجت ودورها كموتيفيشنال تول، وازاي البادجت بتحفز الموظفين ان هم يشتغلوا. موضوع ظريف قوي. بيقول لك ايه في القصه دي؟ The budget is a motivational tool، اقدر احفز بيها الناس. ازاي يا عم؟ A budget help motivate، تحفز الامبلوي to do a good job. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بحفز الموظف ان هو يشتغل ويعمل جود جوب. ازاي الكلام ده؟ بص بقى، النهارده لو حضرتك كنت بتعمل البادجت، جبت الموظف الغلبان اللي واقف تحت على المكنه بيشتغل وقعدته جنبك وقلت له احكي لي، وانت بتنتج اليونت دي بتاخد منك وقت قد ايه؟ وايه الصعوبات اللي بتقابلك تاخد منك وقت اكتر عشان تحدد الليبر اور بير يونت؟ وازاي تقدر توفر في الماتيريال؟ وممكن اليونت دي ننتجها بماتيريال اقل قد ايه؟ ويبقى الراجل ده كده حاسس وهو قاعد جنبك ان هو بيدي لك من الخبره والعلم بتاعه، فيجي الراجل ده بعد كده لما يجي يشتغل يبقى عارف كويس جدا ان هو محطوط له تارجت او بادجت معينه ينفذها، التارجت او البادجت المعينه ينفذها دي هو اللي حطها بنفسه، فهتلاقيه بيحبها وهتلاقيه بيبص لها كان هي ابنه الصغير اللي لازم ينجح. عشان كده بيقول لك employee are a practically motivated، بيبقوا ايه؟ محفزين اكتر if they help ايه؟ prepare the budget، لو هو ساعد في عمل البادجت، ان انت تسمع منه وتاخد منه رايه. عشان كده بيقول لك a manager who is asked to prepare a budget، لما تيجي تسال المدير وتقول له اعمل لنا budget لو سمحت للقسم بتاعتك،
في الحالة دي for his or her department will work hard to stay within the budget. هيشتغل بشدة عشان يفضل ملتزم بالبادجت بعد كده. ليه؟ لأن هو اللي حطها على نفسه أصلا. صح. طيب إيه تاني؟ motivation، تحفيز. A budget must be seen as realistic by employee before it can become a good motivational tool. يعني إيه الكلام ده؟ البادجت must be seen، لازم يشوفوها كإيه؟ كرياليستيك. رياليستيك يعني يا جماعة واقعية. يعني إيه واقعية؟ يعني لما أجي أطلب من حد إن هو ينتج حاجة في عدد ساعات أقل يبقى كلام واقعي، مش يجي يقول لي ليه يا عم هو أنا هعمل لها كده هيتم إنتاجها في ثانية. أنا عايز حاجة واقعية، ما تروحش تحط له أهداف تعجيزية. لازم الموظف نفسه يشوفها كأن هي رياليستيك واقعية before it can become a good motivational tool، لأنها لو مش واقعية مش هتبقى motivational tool. صح، مش هتبقى أداة لتحفيز الموظف. طيب unfortunately لسوء الحظ بقى the budget is not always viewed in a positive manner. لسوء الحظ الناس كتير جدا، وده من الانتقادات اللي هتكون موجهة للبادجت، ناس كتير جدا مش بيشوفوها كحاجة positive. Some manager view budget as a restriction. بعض المديرين بيشوفها كقيود عليه، ان هو مش قادر يشتغل بحرية، في restriction او في قيود محطوط عليه. Employees are more apt، بيبقى عندهم قابلية اكتر to have a positive feeling، ان هم يبقى حساسين عندهم احساس positive ايجابي ناحية البادجت if some degree of flexibility is allowed. لو سبت له شوية flexibility، مرونة. يعني انت النهارده ما تروحش تجيب العامل وتقول له ادي البادجت بتاعتك اهي نفذها بالحرف الواحد، طب هو كده هيحس ناحيتها بنيجاتيف افكت. ولكن لو سبتها له فيها فلكسبيليتي، يعني ايه فيها فلكسبيليتي؟ يعني ممكن مثلا لو في شهر معين او اسبوع الاداء بتاعك كان قليل، ان انت مسموح لك الاسبوع اللي بعده ان انت تضغط نفسك علشان تحسن الاداء بتاعك، مش فورا لو حصل لك اجازه تعبت عييت وقعدت في البيت الكلام ده كله ان انت تتحاسب محاسبه سيئه. لا، لازم يبقى في فلكسبيليتي هنا، وبالتالي هتوصل البوزيتيف فيلينج، الاحساس الايجابي او الشعور الايجابي ناحيه البادجت. تعال بينا نشوف البادجت كحاجه تانية. The budget is a means of communication، طريقة من طرق التواصل. الكوميونيكيشن ده يا جماعة أو التواصل شيء عظيم جدا جدا من الحاجات اللي موجودة في البادجت. تخيل كده في المكان بتاعك اللي أنت شغال فيه دلوقتي وأنت بتسمعني، إن أنتوا ما عندكوش بادجت دلوقتي بتتعمل، وبعدين قررتوا فجأة جبتوا عينتوا مدير مالي جديد، فقال يا جماعة لازم يكون عندنا بادجت. كويس، ابدأوا يلا في عمل البادجت. فهتبص تلاقي حضرتك رحت قعدت مع قسم المشتريات وسمعت منهم، وبعدين رحت قعدت مع قسم الانتاج او التصنيع والسبلاي تشين، اتعرفت على ناس كتير في الشركة وتواصلت معاهم مع الناس ديت، وده ما كانش بيحصل قبل كده. ومش بس كده، انتوا بدأتوا تشير الداتا مع بعض. يعني ايه؟ انت دلوقتي رحت قلت له قول لي كده القسم بتاعك فيه كم موظف، وكم موظف بتوع كل واحد بيعمل ايه والى اخره، وهو بدا كمان يقول لك قول لي كده مصاريفنا كانت كام، ومرتباتنا بتاعه الاداره بتاعتنا قد ايه، وهل سهرنا اوفر تايم اكتر. شايف الكوميونيكيشن بينك وبين الادارات المحيطه بيه عامل ازاي؟ عشان كده بيقول لك اهو a budget can help tell employee what goals the firm is attempting to accomplish. حلو قوي الحته دي، ما قلتهاش انا، وهي ان البادجت هتبلغ الموظفين هي الجولز بتاعت التوب مانجمنت. يعني انا هقعد معاك اقول لك بص الهدف بتاع الشركه بتاعتنا ان احنا نبقى رقم واحد في السوق ونصدر والكلام ده، اهو ده تواصل في حد ذاته مش كده. بادجت فاونديشن از ان ايد، بادجت فاونديشنز انك تاسس البادجت از ان ايد تو بلاننج، كمساعده ايد تو بلاننج للتخطيط، للكوردينيشن، للتنسيق ما بين الناس، والكنترول والتحكم في المصاريف. وبالتالي thus a budget has a help management allocate resource efficiently. يعني ايه الكلام ده بقى؟ البادجت في عملها كبلاننج وكوردينيشن وكنترول بتساعد الإدارة ان هي تحط الفلوس في مكانها الصحيح، تحط الريسورس المتاحة عندها سواء كانت افراد، ما هي الريسورس دي وقت وفلوس وموظفين، ان هي تعمل ايه؟ تالوكيت الريسورس او تعين الافراد دولت او تخصص الريسورس المتاحه للشركه بشكل افيشنت اللي فيه كفاءه. اند انشور ذات سب يونت اوبجكتيف، يعني ايه سب يونت اوبجكتيف؟ اهداف كل قسم لوحده ار كونسيستنت ومتناسقه والزوس اوف اذر سب يونت مع بقيه الاهداف بتاعت الادارات الثانيه. صح، اند بالتالي زي ايه؟ ها اوف ذا اورجانيزيشن. يبقى انت النهارده قدرت ان انت تالوكيت الريسورس اللي عندك كويس، وتتاكد ان اهداف كل قسم متناسقه مع اهداف القسم اللي جنبه، متناسقه مع اهداف الايه؟ الشركه ككل. وبالتالي فور ذا بادجت تو فانكشن ان ذيس رول، وعشان البادجت تشتغل بالشكل اللي احنا عايزينه ده، السينيور مانجمنت ماست بي انفولفد وذ ذا بروسيس.
ما ينفعش بقى حضرتك ايه الفاينانس مانجر مثلا يقول لك روح اشتغل في البادجت وينساك. ما ينفعش المدير الاداري مثلا يبيعك، ما ينفعش المديرين الادارات ينسوا القصه خالص ويسيبوك ايه مع نفسك، لا لازم هم كمان يكونوا انفولفد معاك في البادجت دي. This involvement دخولهم معاك في البادجت ده does not extend to dedicating exact numerical content of the budget، ولكن مش كده بس، يعني ال involvement بتاعتهم مش بتمتد الى ان هو dedicating exact numerical content، ان هو ممكن يدي لك exact حاجة دقيقة يعني من numerical content الارقام والكلام ده، ان هو يدي لك ارقام، لا مش اكتر، مش بس كده قصدي of the budget، because senior management lacks بينقصهم ال details knowledge of the daily operation. حلو قوي المعلومة دي. ال senior management مش هيدي لك detect exact numerical، مش هيدي لك ارقام دقيقة. ليه بقى؟ الموظفين اللي تحت ايده هم اللي ايديهم في ال daily operation، انما هو ايده مش في ال daily operation، صح؟ وبالتالي ال involvement بتاعتهم مش هتوصل لان هو يدي لك الارقام الدقيقة دي، هو بس مجرد دعم، مجرد ان هو ينظم الاداره بتاعته والموظفين بتوعه ان هم يتعاونوا معاك علشان تقدر تاخد انت الديلي اوبريشن نمبر منهم. وبالتالي if the firm does not have an overall budget، لو الشركه ما عندهاش overall budget يعني budget كامله ليها كلها، each department may think، كل قسم هيعتقد the firm has different goals، كل قسم هيعتقد ان الشركه ليها هدف مختلف. هتبص مثلا تلاقي الراجل بتاع البرودكشن معتقد مفيش بادجت بقى، ان الهدف بتاع الشركه ان هو ينتج باقل تكلفه، والراجل بتاع السيلز معتقد ان الهدف بتاع الشركه ان هي تتوسع في السوق وتاخد وتصدر بره مصر مثلا. فيبقى اذا كل واحد منهم عنده ميت ثينك، بيعتقد اذا فيرم هذا دي فانت تقول ليه، اصل احنا ما عندناش اوفر اول بادجت، وبالتالي مفيش كوميونيكيشن ما بيننا. فور اكزامبل مثلا the sales department قسم المبيعات may want to keep as much inventory as possible، الراجل بتاع المبيعات عايز دايما المخزون يبقى مليان so that no sales will be lost، علشان ما يفقدش اي بيعة. but the company treasury، الراجل اللي ماسك التريجري البنوك والخزنة في الشركة والتريجري مانجمنت، may want to keep the inventory as low as possible، عايز يخلي المخزون اقل ما يمكن in order to conserve cash reserve، عشان يحافظ ان هو يبقى معاه شويه كاش احتياطي ما يشتريش بيهم مخزون. شفت بقى كل واحد بيفكر في حته ازاي؟ if the budget is specific the amount of inventory، طب لو احنا بقى على البادجت عندنا وقت لنا المخزون المفروض يبقى بكام، all employee كل الموظفين can work towards the same objective، كلهم هيشتغلوا في نفس الاتجاه. ولا هتلاقي بقى السيلز بيقول لك انا عايز مخزون كتير، ولا هتلاقي الراجل بتاع الفاينانس بيقول لك لا قلل المخزون على قد ما تقدر عشان توفر لنا كاش، عندنا بادجت قالت لنا المخزون يبقى عامل ازاي. فهمت ازاي البادجت هنا ككوميونيكيشن تول؟ طيب تعال نشوف ازاي البادجت جول كونجرس تول، اتكلمنا في الحته دي من شويه ولكن هنوضحها تاني. يعني ايه جول كونجرس؟ توحيد الاهداف بتاعت الشركه في هدف واحد، وبالتالي لما يكون في بادجت ويكون في اوبجكتيف محطوطه من التوب مانجمنت ويحصل كوميونيكيشن ما بيننا او تواصل، كلنا هنقدر نعرف ايه هو الهدف الرئيسي بتاع الشركه، وكل قسم لما يشتغل في البادجت بتاعته هيلاقي نفسه ماشي اوتوماتيك في تحقيق الهدف الرئيسي بتاع الشركه. وبالتالي وصلنا للموضوع بتاع الايه، الجول كونجرس. فبيقول لك اهو the budget notify all department، هتبلغ كل الاقسام and all level of responsibility، وكل الناس اللي مسؤوله عن شغل، what the company's goal are، ما هو الهدف الرئيسي بتاع الشركه. وبالتالي everyone، كل شخص او كل فرد is working towards the same end objective، كل الناس هتبدا تشتغل ناحيه الهدف الرئيسي ده. اتفقنا؟ فور اكزامبل مثلا اديني مثال the strategic plan، الخطه الاستراتيجيه اللي اتعلمناها ان احنا نحط strategic plan و strategic objective والكلام ده كله. the strategic plan and the capital budget، وايه الكابيتال بادجت دي؟ قلنا دي البادجت اللي بتبقى معموله علشان حضرتك تشتري كابيتالز او راس مال، او تشتري الات ومعدات وماكينات. The strategic plan and the capital budget must be congruent، يكونوا ايه؟ congruent with the operational planning، متناسقين او يؤدوا الى نفس الهدف بتاع الـ operational planning in the master budget. ازاي الكلام ده؟ المفروض الـ operational planning تكون بتقول ان انا هنتج في الـ operation عندي 1000 طن الشهر ده، فلازم انا في الـ capital budget اوفر لك المكن اللي ينتج لك الـ 1000 طن، صح؟ شفت الفكرة عاملة ازاي؟ اهو ده اسمه الجول كونجرس. يبقى الراجل بتاع الكابيتال بادجتنج شغال في سكة، وبتاع الاوبريشن شغال في سكة، وكلهم يلتقوا مع بعض في جول او في هدف واحد. طيب تعال نشوف
بعد ما شفنا البادجت از تول نشوف شويه خصائص تانية من خصائص البادجت. بيقول لك ايه؟ The budget as a formal quantification of management plan. خدت بالك يعني ايه كلمه quantification؟ quantification يعني تحول الكلام الى ارقام، يبقى quantities كميات كده وارقام. يعني انا هاخد المانجمنت بلان، الخطه بتاعت الاداره، وهو ان احنا اجتمعنا كده مع بعض وقلنا يا جماعه خطتنا السنه دي ان احنا نحقق ماركت شير معينه ونصدر بره. ده كلام مرسل. انا بقى هاخد الكلام المرسل ده واحوله الى formal quantification. formal يعني حاجه رسميه، formal quantification ارقام رسميه فعليه، صح؟ تعال بقى نشوف ازاي البادجت بتعمل كده. Corporation have a goal. أي شركة عندها أهداف. For market share مثلا، هي تاخد market share معينة. For profitability الربحية. For growth النمو. For dividend payout توزيع الأرباح. اتسرا وهكذا وهكذا. مش بس كده كمان. Not for profit organization. الشركات التي لا تهدف للربح زي الجامعات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والكلام ده. Also have goal. أكيد عندها هي كمان أهداف. زي ايه مثلا؟ such as increase the number of free meals served، عدد الوجبات المجانيه اللي بنوزعها على الناس. lower the recidivity rate among offers، الناس الاوفرز اللي احنا بنعولهم نقلل معدل ان هم يحصل لهم حاجات سيئه. receive ان انت الناس دي يبقى عندها مشاكل، يعني من الاخر كده طار على الناس اللي انت بتديهم اعانات شهريه. دي بعض الاهداف اللي ممكن تكون خاصه بايه؟ ببعض الشركات اللي مش هادفه للربح. مش ده موضوعنا دلوقتي. انا عايز اقول لك بقى ان انا ازاي هاخد الاهداف دي او هاخد البلان دي واحولها الى ايه؟ كوانتيفيكيشن فورم، حاجه رسميه فيها ارقام. These goals، الاهداف دي، cannot be achieved، مش هقدر احققها without careful planning، من غير planning دقيق، about the allocation of resource، ان انت توزع الريسورس بتاعتك ازاي، and the expected result، والنتيجة اللي هتنتج ايه. يبقى اذا من غير البادجت حضرتك مش هتقدر توصل لايه؟ للبلان اوبجيكتيف دي. A budget lays out. lays out يعني هتصور لك او هترسم لك كده in a specific term، في مصطلحات معينة. an organization expectation، توقعات الادارة عاملة ازاي. about the consumption of resource، استهلاك الموارد اللي عندك. and the resulting outcome، والنواتج اللي هتطلع عندك. وبالتالي an organizational budget، اي budget بقى بتاعت شركة، requires significant commitment of internal resources. يعني ايه الكلام ده؟ لازم يبقى عندك commitment، التزام شديد جدا بالinternal resources اللي عندك، الموارد المتاحة عندك داخليا. يعني انا لما اجي اقول لك انا الانترنال ريسورس المتاح عندي هم 10 موظفين ومبلغ ده من المال وكام مكنه، دي الريسورس اللي عندي. اتفضل لو سمحت، عايز اشوف significant commitment، التزام بالريسورس دي علشان تؤدي الدور بتاعك. The most important factor، واكتر عامل مهم هنا، in ensuring its success، is ايه بقى عشان تتاكد او تتاكد من نجاحها؟ is for senior managers، المديرين اللي تحت الليفل بتاع التوب مانجمنت. خلي بالك انت عندك الابر مانجمنت او التوب مانجمنت، وبعديهم السينيور مانجرز. السينيور مانجر دول اللي هم مديرين الادارات بقى. to demonstrate، ان هو يبين that they take the project seriously. يعني ايه take the project seriously؟ seriously يعني بجد، يعني هو بياخد الموضوع بتاع البادجت ده بجدية شديدة. لان لو السينيور مانجر خلعوا ايديهم من البادجت او تكاسلوا او ما خدوش الموضوع بجدية، الموضوع هيبقى مش كويس. لي and consider it vital، لانه vital يعني حيوي وخطير ومهم. to mean the organization future، لمستقبل الشركة في المستقبل. طيب تعال نشوف حاجة تانية عن البادجت. فبيقول لك اهو budgeting rules in the overall planning and evaluation process. طبعا overall planning، ان انت زي البادجت ديت هتساعدك ليها دور في عملية البلاننج، ده كلام مفهوم وسهل بالنسبة لك. كمان حاجة مهمة الايفالويشن بروسيس، ودي بقى جديدة شوية ممكن نتكلم فيها هنا، وهو ان انا اجي اعمل لك ايفالويشن للبرفورمانس بتاعك، اقول لك ادائك النهاردة كويس وحش، بعمل ايفالويشن هعمله على اساس ايه؟ وانا لازم اقارن ادائك بالبادجت، صح؟ تعال نشوف. Planning is the process by which organization sets specific goals for itself. كلام عادي، وهو البلاننج التخطيط، ده الطريقه اللي الشركه بتحط السبيسيفيك جولز، الاهداف بتاعتها، for itself، لنفسها. ومش بس كده كمان، and set about pursuing these goals، وبتحط لك السيتس about ان انت تحقق الاهداف دي. طيب يعني البلاننج ان انت تحط الاهداف لنفسك وتشوف هتحققها ازاي. طيب Planning is an organization's response، ده بيبقى استجابة من الشركة للمقولة. في مقولة حلوة قوي بتقول ايه؟ If you don't know where you are going،
any path will take you there. حلوة أول مقولة دي رائعة. If you don't know where are you going, لو أنت مش عارف أنت رايح فين, any path will take you there. أي طريقة هيوديك هناك. هناك اللي هو فين؟ ما أنت أصلا مش عارف أنت رايح فين. صح. يبقى كريسبونس أو استجابة من الشركة للمقولة دي, يبقى لازم الشركة فورا أول ما تسمع كده تجري على طول وتعمل لنفسها إيه؟ budget. صح. عشان تبقى عارفة هي عايزة تروح فين. مش كده؟ The starting point for any organization planning process is the formulation of its mission statement. هيقعد بقى يفكرك بالميشن والفيجن والسوت اناليسيس والسترينجس والويكنس بوينت والبلان والقصة الجميلة دي كلها. تعالى نفتكرها كده واحنا مع بعض. The starting point for organization's planning process is to formulating its mission statement. والميشن statement اهو, the mission statement formulated by the mean board and the senior management. ال board of director اللي هو مجلس الإدارة, والسينيور مانجمنت الإدارة العليا, embodies, بيجسد the organization's reason for existing, سبب الوجود بتاع الشركة إيه؟ تكلمنا قبل كده في الميشن ستيتمنت وقلنا إن دي بتوضح سبب وجود الشركة في السوق إيه؟ example, إديني مثال. أنا من الميشن بتاعتي مثلا increase shareholder value, إن أنا أرفع الفاليو بتاعت المساهمين بتاعتي. ازاي؟ by providing global telecommunication service, إن أنا أوسع telecommunication service. أنا مثلا شركة بتاعت اتصالات والميشن بتاعتي ان انا ارفع الشير هولدر فاليو بان انا اعمل جلوبال تيليكوميونيكيشن سيرفيس, اعمل شبكه اتصالات عالميه. طيب ده الميشن بتاع الشركه. تعال نشوف ازاي الاستراتيجيك بلاننج هيساعد في الميشن دي ان هي تتحقق كمثال يعني. نيكست, بعد ما عرفنا الميشن, ذا اورجانيزيشن درو اب اتس استراتيجيك بلان, الشركه هترسم البلان بتاعتها. كونتينيوينج ايه؟ ذا مينز, تحتوي على الطرق والوسائل by which is a firm, اللي بيها الشركة expected to fulfill, ان هي تحقق الـ stated mission بتاعتها. يبقى إذن الـ strategic planning هيكون فيه الـ means أو الطرق اللي الشركة هتحقق بيها الـ ايه؟ الـ mission بتاعتها. لأن احنا قبل كده قلنا ان الـ planning هو عملية وضع الطرق اللي هنفذ بيها الـ objective بتاعتي. To a great extent, إلى مدى واسع قوي, the strategy is made up of long term objective. طبعا معروف ان اي استراتيجية بتبقى 5 سنين 10 سنين long term objective. مش بس كده, كمان a set specific و measurable goal, يعني goals specific محددة و measurable قابلة للقياس. ازاي الكلام ده؟ كمل لي كده المثال بتاع telecommunication service دي. فبيقولك مثال, hold 35% market share of United States cell phone user. ايه هم السيل فون يوزر؟ المواطنين او المستخدمين اللي بيستخدموا السيل فون اللي هو الموبايل المحمول. وزن 5 years. فاذا الاستراتيجيه بتاعت الشركه دي على اللونج تيرم ان هو خلال الخمس سنين اللي جايين يستحوذ على 35% من الماركت شير من سوق السيل فون او الموبايلات. Once the long term objective are in place, ايه اللونج تيرم اوبجيكتيف ده؟ ال 35% ماركت شير. طيب حطيت اللونج تيرم اوبجيكتيف, ماشي, are in place, خلاص تمام. The priorities, أولوياتك بقى of the organization will be clear. The priorities, الأولويات بتاعتنا. طيب إحنا عندنا شوية limited resource, ما عندناش إلا شوية موارد اقتصادية متاحة. حلو. ودي long term objective بتاعتنا. وريني بقى إزاي هتوظف limited resource دي في إن أنت تحقق الإيه long term objective. فبيقول لك أهو. Awareness of priorities, إنك تبقى عارف أولوياتك is critical, حاجة حساسة جدا وحاسمة. ليه؟ for the allocation of a limited resource. عندك شوية limited resource, لو ما عملتهمش allocation صحيح في الحالة دي مش هتقدر توصل للهدف بتاعك. اديني مثال. مثلا اقول لك example اهو, how many cell towers, عدد ابراج الشبكة, عارف برج الشبكة التاور بتاع شبكة المحمول ده, how many cell tower, عايزين نعمل كم برج شبكة, each of which require the outlay of construction and maintenance cost. كل برج من دول هنعمل كام برج؟ واتش اوف ويتش, وكل واحد فيهم محتاج قد ايه او تلاقي نفقات عشان كونستراكشن تبنيه ومينتنس تعمله صيانه. لما تعرف كده ويل بروفايد ذا اوبتيمم اماونت اوف كفرج, هيعمل اوبتيمم اماونت اوف كفرج, هيعمل تغطيه قويه جدا. وبالتالي ننزل بقى بعد ما عرفنا اللونج تيرم اوبجيكتيف نروح على الشورت تيرم اوبجيكتيف. Short term objective follow directly from the priorities. عرفت البريورتيز او الاولويات بتاعتك, تعال بقى نحطها short term objective, لان الاولويه الواحده هي short term بالنسبه لي. يعني انا مثلا لما اجي اقول لك الاولويه بتاعتي دلوقتي عشان استحوذ على الماركت شير ان ابدا في بناء ابراج الشبكه, حلو, دي الاولويه, الاولويه دي بقت short term objective دلوقتي.
فعشان كده بيقول لك اهو اكزامبل ديتيرمينز ذا ابروبريت نمبر اوف سيل تاور. عايز تبني كام برج سيل تاور، كام برج شبكه محمول needed and where they can feasibly be placed، وازاي تحطها مثلا في مترو اتلانتا ريجنز، ده اقليم عندهم اسمه في اتلانتا في حته في امريكا. يعني من الاخر كده شفت نزل في الشورت تيرم محتاج تبني كام برج في اتلانتا ريجنز في اقليم اسمه اقليم اتلانتا. وبالتالي ذا بلاننج بروسيس، عمليه البلاننج بقى كوردينيت ذا افيشنت الوكيشن اوف اورجانيزيشن ريسورس. الراجل ده بقى بتاع البلاننج هينسق ان انت ازاي تاخد الريسورس بتاعت الشركه وتعمل لها افيشنت الوكيشن، توزعها توزيع كويس عشان توصل بتحقيق الايه الهدف بتاعك. طبعا من غير بادجت الكلام ده كله مش هيتم اصلا، صح؟ طيب تعالى بقى نشوف الحته بتاعت بيرفورمانس ايفالويشن. بيقول لك تو ايفالويت بروجريس، وعشان نقيم او احنا التقدم بتاعنا وصل لحد فين، بنينا كام برج، عملنا كام سيل تاور وهكذا. تعال نشوف تو ايفالويت بروجريس توورد سكسيز ان ايتش اوف ذيس ستيج، عشان تقيم نجاحك في كل ستيج من دول. كوانتيفيكيشن از نيسيسري، كوانتيفيكيشن هنا يعني تحول الكلام الى ارقام، يبقى كوانتيفايد ارقام كوانتيتيز. This is the role of a various type of budget. ده الدور بتاع كل نوع من انواع الايه البادجت. Not all quantification is in monetary term. خلي بالك مش كل الكوانتيفيكيشن هو فلوس. ما كان قال لك monetary term وخلاص، لا. To extend the previous example، لو كملنا مثلا على المثال اللي فات بتاع ابراج الشبكه. Although cell tower obviously have a dollar cost، بما ان او بالرغم من السيل تاور ليها دولار كوست بتكلف فلوس، they must simply be counted as a well، لازم تتعد هي كمان. يعني لازم اقول لك عندي 50 برج شبكه، دي مش مونيتاري تيرم، مش مصطلح نقدي ولكن كوانتيفايد، صح؟ يبقى هنا مش كل الكوانتيفيكيشن مونيتاري تيرم، اتفقنا؟ comparing actual result with the budget، وده شيء منطقي جدا ان حضرتك هتقارن الاكشوال اللي اتنفذ بالبادجت اللي كانت معموله، وده هيقلعوا الاورجانيزيشن، يسمح للاداره as a whole ككل to evaluate its performance، تقيم الاداء بتاعها، and managers to do the same on individual level. ده ايه؟ هيسمح للاورجانيزيشن ان هي تقيم الاداء بتاعها، ومش بس كده، هيسمح للمانجر ان هم يعملوا نفس البرفورمانس ايفالويشن ده بس على مستوى الايه؟ الانديفيدوال ليفلز، الافراد اللي شغاله تحتيه، انت فاهم؟ ذا بادجت از ذير فور استراتيجيك كنترول، وبالتالي شفت البادجت دلوقتي بقت حاجه استراتيجيك كنترول ازاي؟ متهيألي كلام جميل وظريف جدا وممتع قوي، صح؟ تعال نشوف حاجه رائعه جدا جدا، انا شخصيا معتقد تماما ان مفيش امتحان بيخلى منها، وان هي روح البادجت اصلا، اسمها ايه؟ participation in the budget process. ايه موضوع البارتيسيبيشن ده؟ المشاركه في البادجت، ان حضرتك هتشارك في عمل البادجت ازاي؟ تعال نشوف. participation in the budget preparation، المشاركه في اعداد البادجت process is up and down the organization. يعني ايه up؟ up يعني ايه؟ من فوق ونزل تحت كده، صح؟ وداون يعني طالعه من تحت، فهمت؟ يبقى اذا ممكن البادجت تنشا من فوق من البورد اوف دايركتور، وممكن البادجت تنبع منين؟ من تحت داون، من الموظفين نفسهم. عشان كده بيقول لك ذا بادجت بروسيس بيجان وذ ذا ميشن ستيتمنت فورميليتد ها باي ذا بورد اوف دايركتور. يبقى اذا البادجت بدات هنا ايه؟ اب اهو جايه من فوق من الميشن ستيتمنت اللي حطها البورد اوف دايركتور. شوف هنزل تحت شويه شويه اهو، هروح نازل لك على السينيور مانجمنت. Senior management translate the mission statement into a strategic plan with measurable، يمكن قياسها، realizable، واقعية، goals. يبقى إذا ال senior management ترجمت ال mission statement إلى goals، إلى أهداف measurable و realizable. كلام جميل. A budget committee department، إيه ال committee دي؟ budget committee، لجنة ال budget، ديبارتمنت البادجت، لو انت عايز تسميها بقى لجنه البادجت، عايز تسميها فريق البادجت، عايز تسميها اداره البادجتنج، عايز تسميها قسم البادجتنج، عايز تسميها الموظف المسكين اللي مسؤول عن البادجت، ده الكوميتي بتاعت البادجت وهو المسؤول عنها. ماله بقى الراجل ده او الكوميتي دي، الاداره دي كومبيزد اوف، بتتكون من ها توب مانجمنت از فورمد تو درافت ذا بادجتنج، ها بتتكون من كومبيزد اوف توب مانجمنت is formed، هتتكون to draft the budget calendar and the budget manual. ال budget calendar وال budget manual هنتكلم عنهم بالتفصيل كمان شوية، ولكن أقدر أقول لك calendar اللي هي الخطة الزمنية، النتيجة بتاعتها، عارف مش النتيجة، الفترة الزمنية، هنقعد كام أسبوع، هنبدأ يوم 1/10 ونخلص بأول مرحلة في 30/10، وبعد كده من 1/11 إلى 15/11 مراجعة، دي اسمها calendar.
and the budget manual والدليل بتاع البادجت اللي مكتوب فيه التواريخ والافراد والادارات وكل تاريخ هنشتغل مع كل اداره قد ايه. طيب الكلام ده هيحدده مين؟ البادجت كوميتي اللي بتتكون منين؟ من التوب مانجمنت. The budget committee او department مالها بقى also review and approve the departmental budget submitted by operating manager. يعني كمان دور الكوميتي دي ان هي هتريفيو هتراجع وهتابروف هتوافق على الديبارتمنتال بادجتس البادجتس اللي جت من كل ديبارتمنت سبميتد باي مين اوبريتنج مانجر من الموظفين اللي في الاوبريشن. البادجت دايركتورز الناس المديرين دول primarily responsibility is a المسؤوليه الرئيسيه بتاعت الدايركتور دول is to comply the budget ان هم ايه ينصاعوا للبادجت and manage the budget process يلتزموا بالبادجت comply the budget وايه ها وايه ويقود عمليه البادجتنج بروسيس. فده دور مين؟ البادجت كوميتي. طيب حطينا كده الميشن ستيتمنت في البورد اوف دايركتور السينيور مانجمنت حولوها كاهداف او كجولز. الناس بتوع البادجت كوميتي بداوا يشتغلوا. نيجي بقى للميدل اند لور مانجمنت. عارف انت الميدل اند لور مانجمنت دول هم اللي هيحققوا او هيعملوا البادجت البسيطه بتاعتهم وسبميتنج ويودوها لمين؟ للبادجت كوميتي. بص بقى الميدل اند لور مانجمنت ريسيف ذير بادجت انستراكشن هيسمع التعليمات بتاعته اللي المفروض يعمل بيها البادجت. درو اب ذير ديبارتمنت بادجت ويرسم او يحط الديبارتمنت بادجت بتاعته ان كونفورمتي وتكون متطابقه مع الايه الجايد لاينز الارشادات اللي هو تلقاها في الانستراكشن دي. مش بس كده ان سبميت ذيم تو ذا بادجت كوميتي. يبقى هيرفع البادجت بتاعته اللي خلصها للبادجت كوميتي اللي فوقيه دي. طيب تعالى بينا بقى نشوف تو ابروتش. عندنا كام ابروتش؟ اتنين ابروتش لتحقيق او لعمل البادجت البسيط. واحد اسمه توب داون ابروتش واحد اسمه بوتوم اب ابروتش. تعالى نشوف اول واحد فيهم. توب داون يعني ايه توب داون؟ يعني جايه من فوق نازله تحت. اما عكسها التاني اسمه ايه؟ بوتوم اب يعني ناتجه من القاع متجهه الى فوق. تعال نشوف ايه الفرق بينهم. بيقول لك اهو توب داون ابروتش يعني جايه من فوق لقبها بلقب ظريف قوي اسمه ايه؟ اوثوريتيف ابروتش. يعني اوثوريتيف يعني مفروض عليهم من السلطه العليا. اوثوريتيف ابروتش اوثوريتيف بادجت مفروض على الناس جايه من التوب نزل عليهم مفروض عليهم تحققوها. is imposed by the upper management مفروض على الناس من الابر مانجمنت and therefore has less chance of acceptance عندها فرصة قبول اقل by those on whom the budget is imposed عندها فرصة قبول اقل من الناس اللي البادجت imposed عليهم او مفروض عليهم. تخيل معايا كده ان انت قاعد فجأة مبعوت لك ميل خد دي البادجت بتاعتك. تخيل انت كده ان دي حاجة اتفرضت عليك محدش سألك في رأيك وبالتالي هتبقى فرصة قبولها بالنسبة لك وحشة. عشان ايه؟ authoritative. This approach has the advantage ليه ميزة؟ ايوه طبعا ليه ميزة. ايه بقى؟ of ensuring consistency across functional area. ايه الكلام ده؟ في ميزة في موضوع التوب داون authoritative approach ده وهو ان الراجل اللي قاعد فوق شايف الادارات كلها تحتيه فبيحط البادجت وهو بيحطها عارف ان هي كده هيبقى في كونسستنسي او تناسق ما بين كل الفانكشنال اريا اللي موجوده في الشركه. وبالتالي من مميزات التوب داون ان هي محطوطه من الابر مانجمنت فهي شايفه الادارات والاقسام ايه فحطت بادجت توحد اهدافهم كلهم مع بعض. It is also far less complex مش معقده وبسيطه جدا لانها بتتحط في ثواني and time consuming ايه ما بتاخدش وقت كتير. Least complex وleast time consuming مش معقدة مش بتاخد وقت كتير. Then coordinating input from middle and lower level اكتر من ان انت تقعد بقى تشتغل ايه تاخد الانبوت بتاعتك من الميدل واللور ليفل هتاخد معاك وقت طويل قوي هتبقى معقدة اكتر. اتفقنا؟ طيب حاجة تانية برضو عن الاثوريتيف ابروتش ده even having a budget set by an outside consultant حتى لو رحت جبت consultant من بره الشركة وتعاقدت معاه ان هو يجي يعمل لك البادجت firm is usually considered it بتعتبرها كانها توب داون ابروتش برضو. برضو لو ما اعتمدتش ان انت تاخد البادجت من الابر مانجمنت ورحت جبت راجل كونسلتنت من بره يعملها لك برضو هنعتبرها توب داون ابروتش because the firm was hired by top management لان الفيرم اللي حضرتك رحت جبتها او الكونسلتنت اللي حضرتك رحت جبته مين اللي عينه؟ اللي عينه التوب مانجمنت وبالتالي
the consultant may not fully understand, أكيد مش فاهم بالكامل, not fully understand the company's process. أكيد الراجل ده جاي من بره لسه جاي بقاله يومين قاعد معانا عشان يعمل لنا budget, أكيد ما يعرفش تفاصيلنا, ما يعرفش التفاصيل الصغيرة بتاعتنا. And the employees who were not fully involved, ومش بس كده كمان الموظفين اللي معاه were not fully involved in the process may react negatively. الموظفين اللي موجودين معانا not fully involved in the process may react negatively, هيبقى تأثيرهم سيء قوي. اتفقنا؟ يبقى إذن الراجل بتاع التوب داون ابروتش ده اوثوريتيف, مفروض على الناس من فوق, بيلقى فرصة قبول أقل لأن أنت كده بتبعت له بادجت يعملها ويقول لك إيه اللي أنت بعته لي ده, أنت بعت لي حاجة أنا مش حاسس إن الكلام ده واقعي. حتى لو رحت جبت كونسلتنت من بره وعينته, ليها ميزة, أيوه طبعا ليها ميزة, وقت أقل, طيب أقل كومبلكس, مش معقدة أكتر, وبالتالي ما بتاخدش كوست أعلى, بتتحط في ثواني. ميزتها الرئيسية شخصيا اللي أنا شايفها إن التوب مانجمنت بتبقى شايفة الإدارات كلها تحتها, فبتحط بادجت توحد أهداف الناس كلها مع بعض. تعال بقى للنوع التاني الظريف قوي, اسمه إيه؟ بوتوم أب, يعني جاي من القاع إلى أعلى. بارتيسيبيتيف أبروتش, يعني إيه بارتيسيبيتيف؟ يعني مشاركة. يبقى إذن ده أبروتش في البادجت معتمد على إن أنت تشارك الناس الصغيرين معاك وتسمع منهم وتعرف آرائهم. فبيقول لك is characterized by a general guidance from the highest level of management. عارف انت ال highest level of management هو مجرد هيعمل لنا ايه, general guidance, ارشادات عامة بس, ويسيبك بقى تعيش مع الناس الصغيرة اللي موجودة في الشركة. followed by extensive inputs, هتاخد extensive inputs, مدخلات كتيرة جدا from middle and lower level management. because of this level of participation, وعلشان شاركت الناس دول في الليفل الاقل ده معاك within the company, there is usually a greater chance of acceptance, هيبقى في فرصه قبول كبيره جدا للناس ان هم يلتزموا بالبادجت بعد كده. and the optimal decision making, وكل واحد فيهم يقدر يعمل decision making بشكل امثل في المكان الصغير بتاعه. ليها عيوب طبعا, ليها عيوب, a disadvantage of participation, participative standard من عيوبها. ايه بقى a disadvantage of participative standard setting include, ايه بقى بتشمل ايه بقى العيوب بتاعتها, its time and money cost, بتاخد وقت طويل جدا على ما تقعد مع كل واحد وتسمع منه, والوقت هنا يعني cost, خلي بالك. in addition, بالاضافه الى كده, the quality of participation, مدى جوده المشاركه, is affected by the goals, اهداف, values, قيم, beliefs, معتقدات, expectation, توقعات of mean of those involved. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جودة المشاركة هتتأثر بأهداف ومعتقدات كل فرد. عارف انت موظف زميلك اللي قاعد جنبك اللي ملوش سيرة غير ان هو يقعد يعدد مساوئ الشركة ودايما ناقم على الشركة ما بيحبهاش ومتضايق, اهو ده لما تيجي تسأله في البادجت, تخيل انت معتقداته دي هيكون تأثيرها على ايه, على الانبوتس اللي هيديها لك. فهمت الفكرة؟ تعال بقى نلخص القصة دي كلها في التيبل ده. هنا هنلخص اقول توب داون ابروتش والبوتوم اب ابروتش, هنقول الادفانتج بتاع كل واحد والديس ادفانتج بتاع كل واحد بشكل مفصل. يعني حضرتك تقدر تستعين بالتيبل الصغير ده وما تقرأش الكلام اللي فوق ده كله او ما تركزش معاه لانه متفرغ هنا. اتفقنا؟ تعال نشوف. اول حاجة التوب داون ابروتش اللي هي جاية من فوق نازلة تحت, ايه المزايا بتاعتها؟ الادفانتج انشور كونسيستنسي اكروس اول فانكشنال اريا, بتاكد ان في تناسق ما بين كل الادارات اللي موجوده. ايه تاني من مزاياها؟ از فار ليس كومبلكس اند تايم كونسيومنج, ما بتاخدش وقت كتير, مش معقده, ذان كوردينيتنج انبوت فروم ميدل اند لوور ليفل مانجر, احسن ما تقعد تاخد ايه انبوتس من الناس اللي ميدل ولوور ليفل. طيب ايه عيوبها بقى؟ ان امبوزد بادجت, البادجت اللي مفروض على الناس, از ماتش ليس لايكلي, اقل احتماليه to promote sense of commitment, مش هتعزز احساس الالتزام بالبادجت, الناس مش هتحبها يعني بالاخر, مش هتبقى ملتزمه بيها, وهيعند معاك عشان يظهر لك ان البادجت بتاعتك فاشله. طيب تعال بقى نشوف البوتوم اب مزاياها وعيوبها. تعال نشوف مزاياها ايه. encourage employee to have a sense of ownership of the output of the process, بيشجع الموظفين انه يبقى عنده الownership sense, احساس الملكيه ان هو اللي بيمتلك الايه, ها الاوتبوت ديت. طيب وبالتالي resulting in acceptance of and commitment to, يبقى ايه عنده acceptance للبادجت وملتزم بيها, للobjective expressed in the budget, للاهداف اللي ظاهره في البادجت. طيب ميزه ثانيه,
enable employee بتسمح للموظفين to relate the performance to reward or penalty. حتة خطيرة جدا الحتة دي، بتخلي الموظف يربط ما بين البرفورمانس الجميل بتاعه والمكافأة اللي هياخدها، أو البرفورمانس الوحش بتاعه والبنالتي أو الجزاء اللي هيتوقع عليه، مش كده؟ ايه تاني من الادفانتج بتاعتها؟ بروفايد ا براودر انفورميشن بيز، هتدي لك كميه معلومات ما كنتش متخيل انك هتاخدها من التوب مانجمنت. زي ايه؟ هاخد بقى معلومات من الميدل اند لور مانجر، اوفن ار فار بيتر انفورمد، الناس دي فار بيتر انفورمد، عندهم معلومات جميله جدا اباوت ذا اوبريشنال رياليتيز، حقائق اللي بتحصل في الاوبريشن، زان السينيور مانجمنت، اكتر من اللي عند السينيور مانجمنت. يعني من الاخر كده الناس اللي شغاله تحت بايديها دي عندها تفاصيل مش عند اي حد تاني. طيب تعال بقى نشوف عيوبها. higher cost in time and money، تكلفة عالية في الوقت والفلوس. طيب ايه تاني؟ quality of participation، ماذا جودة المشاركة؟ is affected by the objective، اهداف والvalue والbeliefs والexpectation بتاع الزوز involved، بتاعت الناس اللي involved اللي داخلة معاك او اللي بتدي لك البادجت. طبعا الجودة بتاعت المشاركة بتاعتهم وقيم بتاعتهم واخلاقهم واعتقاداتهم وتوقعاتهم، كل ده هيأثر معاك في البادجت، وانا اعتقد انه ممكن يؤدي الى حاجه اسمها ايه؟ كرييتنج ا بادجتري سلاك. البادجتري سلاك ده اتكلمنا عنه من شويه لمحه بسيطه وقلنا هنتكلم عنه بالتفصيل. تعالى بقى بينا نشوف ايه هو البادجتري سلاك بالتفصيل. بص بقى، بادجت بارتيسيبيشن ان ديفولفنج بادجت، لما تشارك الناس معاك في عمل البادجت، بي ريزلت ان ابادنج اوف ذا بادجت. بادنج يعني ايه؟ حشو حشو، تحشي تحشي تحشي، عمال تحط ارقام كتير وتاخد معلومات كتير، بيعمل لك حشو للبادجت بتاعتك. ارقام كتير ملهاش لازمه، مدخلات كتير ملهاش لازمه. الحشو ده بنسميه also known as a budgetary slack. بص بقى تعريف البادجتري سلاك، عشان انا شخصيا جالي في الامتحان كده في الاساي كويشن عرف البادجتري سلاك صراحه كده في الاساي كويشن. بص تعريفه ظريف قوي. budgetary slack is the excess of resource budgeted over the resource necessary، هو زيادة الريسورس اللي انت حطيتها في البادجت اكتر من الضروري اللي احنا محتاجينه. ليه؟ اصل الناس لما كانت بتدي لك المعلومات كانت بتأفور قوي، صح؟ فانت حطيت ريسورس كتيرة جدا في البادجت وحطيت فلوس كتيرة قوي في البادجت ملهاش ضرورة. اهو is the excess of resource budgeted over على او اعلى من الريسورس necessary to achieve organizational goal. وبالتالي this participation result in ايه؟ اهو تعريف الصح بقى، underestimation of revenue and overestimation of expense. ركز كده معايا، تخيل معايا دلوقتي ان انت قاعد مع السيلز مانجر والسيلز بيرسون وقاعد بتعمل معاهم السيلز بادجت، تقول لهم يا جماعه هتبيعوا قد ايه من المنتج ده، هتبيعوا قد ايه من المنتج ده، فيرد الناس يبدا يقول لك ارقام قليله. ليه؟ بيعمل اندر استيميشن اوف ريفينيو، صح؟ عشان يريح نفسه بعد كده، وعارف كويس قوي ان هو هيبيع اكتر من كده، ولكن عشان بعد كده يظهر ان هو الحد الجامد قوي اللي حقق البادجت بتاعت الشركه وتخطاها كمان. طيب اوفر استيميشن اوف اكسبنسز، تبدا تقعد مع مديرين الادارات في الشركه تقول لهم قولوا لي مصاريفكم هتبقى كام، كل واحد فيهم يقعد يحط مصروفات فلكيه خياليه. ليه؟ علشان هو عارف كويس انه هيصرف اقل من كده، ولكن عشان يظهر قدام التوب مانجمنت في النهايه ان هو اللي وفر للشركه وان هو اللي التزم بالبادجت وهكذا. This must be avoided، لازم تتجنب بقى القصه دي. If a budget is to have to desire to its a desired effect، لو عايز البادجت تحقق its desired effect، التأثير المرجو منها، لازم حضرتك تأفويد أو تتجنب الإيه؟ البادجتري سلاك. عشان كده بيقول لك أهو the natural tendency، طبيعة المديرين of manager is to negotiate for less stringent measure، إن هو يفاصل معاك أو يتفاوض معاك في less stringent measure of performance، في مقاييس أداء أقل قوة، less stringent. So as to avoid unfavorable variance from expectation، عشان يتجنب ان يحصل له variance او انحراف unfavorable، غير متوقع او غير محمود، يعني او حاجة مش كويسة from the expectation. وبالتالي management may create slack by overestimating cost and underestimating revenue. شفتوا budgetary slack ظريف ازاي؟ A firm may decrease slack، ممكن الشركة تقلل موضوع السلاك ده by emphasizing the consideration of all variable، ان احنا بقى نركز وناخد في اعتقادنا consideration، ناخد في اعتقادنا all variable. يعني ايه الكلام ده؟ holding in depth review، اركز معاك قوي قوي في اعماق التفاصيل.
تخيل معايا كده during budget development وانا قاعد بعمل لك ايه deep review، بقول لك ايه البادجت بتاعتك، فقلت لي والله عايز المرتبات الفتره اللي جايه تبقى قد كده عشان هعين موظفين جداد وعايز اشتري لابات للموظفين الجداد وعايز وعايز وعايز. فتعالى لي بقى deep review، هتجيب موظفين جداد ليه؟ عايز ايه؟ انت عندك التاسك بتاعتك بتتم كذا 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 ومحتاج لها كام موظف؟ عايز لابتوب جديده للموظفين ليه؟ شفت بخش معاك في تفاصيل ليه؟ عشان احبط السلاج اللي انت عايز تعمله. And allowing for flexibility in making additional budgeting changes. يعني ايه الكلام ده؟ تقول له انا هبقى فليكسبل معاك وبعد كده ممكن اعمل لك additional budgeting change. يعني ايه؟ هنلتزم بالبادجت المعقوله اللي هنحطها مع بعض دلوقتي، ويا عم لو انت عايز تزود في المستقبل انا هبقى فليكسبل معاك بعد كده واعمل لك budgeting change. ده الكلام ده لو الشركه عايزه تديكريز السلاك. A manager who expect his or her request to be reduced. المدير اللي عارف ان الريكوست او الطلب بتاعه هيتخفض may inflate his amount، هيقوم طالب رقم كبير قوي عشان عارف انه هيتفصل معاه بعد كده فيه. شفت الناس؟ طيب if a budget is to be used as a performance evaluator، ولو استعملنا البادجت كبرفورمانس ايفالويتور ان هو تبقى حاجه مقيمه لاداء الناس، a manager asked for an estimate، المديرين اللي هتسالها في الاستيميت ده ان هو يعمل استيميت للمصاريف بتاعته، may provide one that is easily attained، هيقول لك على حاجه يقدر يحققها بسهوله. ليه؟ لانه عارف انه اداؤه هيتقيم على اساسها. فهمت الفكره ازاي؟ وبالتالي ده جزء من اجزاء الايه؟ البادجت سلاج، ان انت تقول له دلوقتي انا هحاسبك على البادجت، يقوم هو يدي لك استيميت ايه؟ بروفايد ايه؟ وان حاجه ذات از ايزلي اتيند، يقدر يحققها بسهوله. The existence of Slack، وجود السلاك ده كان هاف بوزيتيف اند نيجاتيف افكت. على فكره وجود السلاك ده دايما مش حاجه وحشه، ساعات بيبقى ليه تاثير سيء وساعات بيبقى ليه تاثير حلو برضه. On the budgeting process. ازاي الكلام ده؟ The existence of Slack can reduce the planning benefit. ممكن يخفض لك منافع اللي هتاخدها من عملية التخطيط دي of a budget. وبالتالي since the budget may not be entirely accurate، لان البادجت بتاعتك مش دقيقة، فده يعتبر من النيجاتيف افكت بتاع السلاك، ان هو هيفقد البادجت معناها. صح؟ For example، اديني مثال مثلا على الحاجة السيئة دي. A cash budget، الكاش budget اللي هنعملها للنقدية بتاعتنا متشو ان احنا لازم نقترض 500,000 needs to be borrowed، نقترض 500,000. يعني الكاش بادجت ظاهر فيها انك لازم تاخد اوفر درافت او قرض ب 500,000 this month، الشهر ده. Whereas بينما the amount is not really needed، احنا مش محتاجين الرقم ده بجد، because the manager were just being cautions، لان المديرين بس كانوا ايه خوافين شويه وكوشنز عايزين ياخدوا احتياطاتهم، فقال لك هات لنا 500,000 احتياطي. طبعا كلام سيء جدا ان انت تحط الشركه في موقف ان هي المفروض تقترض، وما فيش حاجه للكلام ده، علشان الناس اللي حطت الاكسبنسز بادجت كانت اوفر استيميت قوي. صح؟ طيب تعال نشوف الجانب الحلو بقى للايه؟ للبادجت. بيقول لك اهو alternatively، على البديل بقى للكلام ده، ذلك في سلاك، عدم وجود السلاك او نقص السلاك دوت may discourage manager، هيحبط المديرين from implementing new program. تخيل كده ان في مدير كان عايز يطبق new program جديد، مدير مثلا كان عايز يطبق ERP system في الشركة بدل السيستم التعبان اللي موجود، قال لك نجيب ERP system مايكروسوفت ولا ساب ولا حاجة من الحاجات الحلوة دي. وبالتالي انت لما شلت له المبلغ الكبير اللي هو حطه، خلاص كده عملت له ايه؟ ديسكروج، احبطته، وبالتالي مش هيقدر يimplement النيو بروجرام ده. or made cause manager to avoid routine maintenance، او الراجل كان عايز يعمل حمله صيانه شامله او حمله صيانه للماكينات بتاعته، خلاص avoid routine maintenance، مش هيعملها. when the budget does not show fund، لان البادجت مش مدياله funds available، مش مدياله فلوس متاحه in a particular period، في الفتره دي او في الشهر ده. يبقى اذا عدم وجود السلاك برضو ممكن يحبط الحاجات الجميله دي، ولكنها نادره شويه. حلو موضوع السلاك، بتهيألي لو جالك في الامتحان دلوقتي عارف البادجت السلاك فورا هتقول له ايه؟ اتس ذا اندر استيميشن اوف ريفينيو اند اندر استيميشن اند اوفر استيميشن اوف اكسبنسز. بس انت كده خلصت. شفت سهله ازاي؟ تعال نشوف موضوع جديد اسمه التايم فريم اوف بادجت. يعني ايه التايم فريم اوف بادجت؟ الفتره الزمنيه اللازمه للبادجت. هل بتعمل بادجت 10 سنين او 5 سنين؟ هتعمل بادجت سنه سنتين؟ هتعمل بادجت لشهر او لاسبوع؟ ده اسمه التايم فريم بتاع البادجت. فبيقول لك اهو اتش فيز اوف ذا اورجانيزيشنال بلاننج سايكل، كل مرحله من مراحل البلاننج اللي البادجت مرحله منهم، هاز اتس اون بادجت، تكون ليها الايه؟ البادجت بتاعتها، ويز ان ابروبريت تايم فريم. فعندك حاجه اسمها استراتيجيك، انترميديت،
هي اوبريشنال. الاستراتيجيك دي لازم تكون ايه 10 سنين 5 سنين. عشان كده بيقول لك استراتيجيك بلانز اند بادجت موست كونسيرن سينيور مانجر. دي اللي بيهتم بيها وبيعملها مين؟ السينيور مانجر. اند هاف تايم فرامز ليها هيكل زمني اوف اب تو 5 ييرز اور مور 10 سنين او اكتر. طيب الانترميديت بلانز الخطه الوسيطه وديت بقى ايه بلانز اند بادجت موست كونسيرن بيهتم بيها الميدل مانجر مش السينيور مانجر. اند هاف تايم فريم وليها فتره زمنيه اب تو بتوصل لايه سنتين. طيب اوبريشنال بلان البلان التشغيليه بقى دي اند بادجت موست كونسيرن اللور ليفل مانجر لان دي حاجات الديلي اوبريشن بقى. اند جنرالي هاف ا تايم فريم من شهر لسنه. حلو يبقى انت عندك استراتيجيك دي 10 سنين او اكتر او 5 سنين مثلا بيهتم بيها السينيور مانجر. عندك انترميديتي وسيطه بيهتم بيها الميدل ليفل مانجر ودي من سنه لسنتين مثلا, والاوبريشنال ودي من شهر لسنه. اتفقنا؟ ده اسمه التايم فريم او الفتره الزمنيه بتاعت عمل الايه البادجت. تعالى بقى ندردش بقى, هندردش الكلام اللي جاي كله دردشه بسيطه سهله كده في بنود معينه, مش عايزينها تطول معانا كتير, كلام كتير على الفاضي. هنقرا العنوان مع بعض ونشرحه ببساطه كده. بيقول لك مثلا رولز او بادجت رولز دور البادجت ان فورمولاتنج اند كنترولنج شورت تيرم اوبجكتيف. اعتقد ان انت دلوقتي مش محتاج تقرا الكلام ده بعد الكلام الكتير اللي قرناه. ليه؟ لان احنا قلنا ان البادجت كانت كنترول تول, صح؟ ومش بس كده, كمان دي كانت بترشد الناس يشتغلوا ازاي وتحط لهم الطرق اللي يوصلوا بيها للأوبجكتيف بتاعتهم, صح؟ عشان كده بيقول لك اهو A company's goal of increasing market share. ده مثلا هدف من اهداف الشركة. او making a steady dividend payout. يوزع ارباح بشكل steady ثابت. يعني الناس الشير هولدر يبقى عارف ان كل شهر هياخد مبلغ مثلا. Is generally achieved. هتتحقق through the completion of incremental step. هتتحقق بايه؟ بخطوات معينة. In completion اكتمال incremental steps. خطوات تزايدية. اربعة نحط budget الاول. Operational statistic. Tactical budget وهكذا. The budget lays out a specific revenue target. هحط لك ال revenue target بتاعك. And expenses limitation. وحط لك حدود مصاريفك. For each functional area. لكل إدارة في الشركة. And the department of the organization. On a month by month basis. يبقى أنا دلوقتي عشان أحقق ال steps اللي تحقق لك ال market share أو ال payout ratio والكلام ده كله. هبدأ بستيبس بسيطة. أول ستيب إن أنا أحط لك الريفينيو تارجت بتاعك وأحط لك الإكسبنسز ليميتيشن لكل إدارة شهر بشهر. طيب وبعد كده A budget cannot simply be a lump sum. البادجت ما ينفعش تبقى lump sum. lump sum يعني مبلغ واحد total the four year للسنة. يعني ما ينفعش أجي أقول لك مبيعاتنا السنة دي 10 مليون جنيه. لا ده الكلام ده lump sum رقم واحد للسنة. أنا عايز بقى تفاصيل شهرية يومية أسبوعية. incremental goals الاهداف بتاعتنا تزيد حاجه بحاجه. تاخد اول هدف تحقق هدف الشهر الاولاني ثم هدف الشهر اللي بعده. also are achieved each month or week تتحقق كل شهر او اسبوع. وبالتالي ما ينفعش ادي لك رقم lump sum للسنه. this is especially true in seasonal business. والموضوع ده خصيصا بيبقى مهتمين بيه فين؟ في seasonal business. عارف يعني ايه seasonal؟ الحاجات اللي فيها موسميه. يعني الناس اللي شغلها بيشد في الصيف وتريح في الشتاء, والناس اللي شغلها بيشد في الشتاء وتريح في الصيف. الناس دي مهمه قوي. such as ايه مثلا؟ agricultural supply حاجات التوريدات المحاصيل الزراعيه agricultural. الناس دي بتشتغل في مواسم معينه مواسم لا. طيب حته الستاتيك بادجت, ايه الستاتيك بادجت دي؟ دي بادجت ثابته ستاتيك ساكنه ما بتتحركش مش مرنه. بتتحط كده الليفل معين ايه من الاكتيفيتي, ويا الليفل ده يتحقق يا البادجت ما يبقالهاش معنى, مش كده؟ عشان كده بيقول لك ايه ستاتيك بادجت از فور وان ليفل اوف اكتيفيتي. يعني اجي اقول لك مثلا هنحقق السنه دي انتاج 1000 طن, حطينا البادجت بتاعتنا على انتاج 1000 طن ومبيعات 1000 طن. عارف لو بعنا 800 طن 500 طن تلاقي البادجت ملهاش لازمه. عشان كده لازم نعمل حاجه تانية ظريفه اسمها ايه؟ فليكسبل بادجت. بادجت مرنه. ويرز فليكسبل بادجت از ا بلان فور فارينج ليفل اوف اكتيفيتي مختلف الليفلز اوف اكتيفيتي. يبقى لازم حضرتك تركز قوي مع الحته بتاعت ان انت تشتغل فليكسبل بادجت بعد ما تحط الاستاتيك بادجت. اتفقنا؟ طيب تعال بينا ايه نلخص كلامنا كده وننقل على نقطه نقطه بملخص. رول اوف بادجت ان ميجرنج بيرفورمانس اجنست استابليشد جولز. كلام جميل. انا هحط لك الجولز الاهداف وقارن الاكتوال بيرفورمانس بتاعك اشوفك حققت الهدف ولا لا. طب ما انا كده بميجر البيرفورمانس بتاعك, صح؟ اهو بيقول لك one of the most important reason
for adopting a budget. من الأسباب المهمة إنك تأدوبت البادجت أو تطبق البادجت is to provide guide is guide post. هديلك بوست معينة إرشادية ليك for the assessment of a success نجاحك or a failure فشلك on a on the part of individual manager and functional area. على مستوى كل individual managers أو functional area أو مكان قسم في الشركة. يبقى أنا دلوقتي هقدر أقيس الأداء بتاعك. الريفينيو كانت محطوطة في البادجت، طب أنت حققت الريفينيو قد إيه؟ إكسبنسز كانت محطوطة في البادجت، طب أنت صرفت إكسبنسز قد إيه؟ وأقدر أقارن البرفورمانس بتاعك. طيب تعال نشوف رول تاني من الرولز بتاعت البادجت. The role of budgeting in monitoring and controlling expenditure. إن أنت تمونيتور أو تقارن الإيه؟ تراقب او تكنترول المصاريف. طبعا جميل جدا ان انت بعد ما تحط البادجت تبدا تعمل حاجه اسمها مثلا اكسبنسز ابروفل فورم. الفورم دي اللي ما فيش مصروف هيتصرف الا لما يتمضي على الورقه دي، ودي فورم معينه بتقول المصروف ده الروم بتاعته في البادجت قد ايه، باقي له في البادجت مبلغ كام، ولازم يوافق على الورقه دي المسؤول عن البادجت، المحاسب اللي مسؤول عن البادجت او المدير المالي، علشان يشوف هل البادجت دي هل الرقم ده متاح في البادجت ولا لا. عشان كده بيقول لك اهو the initial budget is a planning tool to monitor عشان تراقب how actual performance compares مقارنة مع الايه مع البادجت، ونطلع budget report طلع تقارير معينة are product periodically during the year تطلع بشكل periodically بشكل دوري كل واحد انت صرفت كام من المفروض تصرفه، وتبدأ تعمل حاجة اسمها variance. ايه هو variance ده؟ هندرسه بالتفصيل ان شاء الله في اليونت اللي جاية. The difference between actual performance and budgeted amount ده الفرق ما بين ال actual performance اللي حصل والبادجت اللي كنا حطناه اسمه ايه؟ variance. هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في اليونت اللي جاية. ايه تاني rules من الرولز بتاعت البادجت؟ Role of budgeting process in facilitating communication إن هي تسهل عملية التواصل among organization unit ما بين الـ units أو الإدارات بتاعة الشركة and enhancing coordination وتعزز التنسيق of organization activity ما بين الأهداف أو الأنشطة الموجودة في الشركة. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا إن ده وجود البادجت نفسها هتعزز التواصل ما بين الناس في الشركة وكل واحد يسمع من التاني، وكل اكتيفيتي في الشركة هيخدم الاكتيفيتي التاني عشان كلنا نوصل لهدف واحد. فبيقولك ان ديتيلد ليفل لو هنتكلم على الليفل بتاع التفاصيل ذا بادجت انفورم امبلوي هتعرف كل موظف ات اول ليفل في كل مستوى وات اوبجكتيف ايه هي الاهداف ذا فيرم از اتامبنج تو اكومبليش ايه هي الاهداف اللي الشركة عايزة توصل لها. If the firm does not have an overall budget, ولو الشركة ما عندهاش budget, each department tend to pursue its own objective. يا خبر. لو ما فيش overall budget معمولة، كل department هيشتغل مع نفسه. Its own objective مع الأهداف بتاعته. Without regard بغض النظر what is a good for the firm as a whole. هل الكلام ده مناسب للشركة ككل ولا لا؟ يقولك ماليش دعوة أنا هحقق الأهداف بتاعتي أنا. Thus, وبالتالي a budget promote goal congress. The budget هنا بتعزز توحيد الأهداف بتاعت الشركة. كمان بيقول لك اهو the concrete nature. Concrete nature يعني الطبيعة الملموسة الصلبة of a budget للبادجت. Facilitate coordination بتسهل عملية التنسيق of the activity of a firm. تنسيق الأهداف بتاعت الشركة. An example مثلا is purchasing of raw material. يعني ايه الكلام ده؟ اديني مثال كده على شراء المواد الخام. بص التنسيق هيحصل والتواصل ما بين الإدارات ازاي. Material are needed prior to production. قبل ما انتج لازم الماتيريال تكون موجودة. But the proper quantity to buy الكمية اللي لازم اشتريها cannot be determined ما اقدرش احددها until the projected level of output is established. إلا لما تقول لي الاوتبوت هتنتج كام يونت وانا اقول لك محتاج تشتري quantity قد ايه. صح. Thus وبالتالي البرودكشن مانجر البرودكشن بادجت باليونت يعني انت تعمل برودكشن بادجت تقول هنتج كام يونت is pre-request مطلوبة مسبقا to the preparation of material purchase budget. مش هقدر اعمل material purchase budget الا ما الراجل بتاع production يقول لي هينتج كام يونت. صح. مش بس كده similarly direct labor budget البادجت بتاعت العمالة is based on how many units are to be produced هننتج كام يونت عشان اقدر اوفر لك عدد العمالة and how fast the worker are وما مدى سرعة العمال عايز عمال سريعة عمال بطيئة وبالتالي labor standard معايير العمالة are also complex معقدة شوية and they must consider لان هي لازم تاخد في اعتبارها the impact of learning curve and productivity
ياه، افتكرت بقى موضوع الليرنينج كيرف اون برودكتيفيتي، وهو ان معدل العماله او اداء العامل هيتحسن كل ما ينتج اكتر، فيأثر معاك في الليبر اور بيونت. افتكرت بقى كل الكلام ده مثال بسيط من ان ازاي الادارات هتتعاون مع بعض في ان هي توصل للهدف بتاع الشركه. طيب تعال نشوف كاركترستيك اوف سكسيسفول بادجت، خواص او مزايا البادجت الناجحه، ازاي البادجت بتاعتنا تبقى ناجحه يا جماعه. اول حاجه كده sufficient lead time. حلو قوي الكلام ده. يعني ايه sufficient؟ يعني ايه lead time اصلا؟ lead time احنا عرفنا التعريف بتاعه قبل كده، وهو الوقت اللازم من اول ما تطلب الاوردر لحد ما يطلع، صح؟ يعني ما ينفعش واحد يتصل بيك يقول لك خلص لي البادجت النهارده. ايه ده، انت قلت لي ان احنا عندنا بادجت؟ يقول لك اه، ما انا بقول لك اهو اعمل لي البادجت دلوقتي. لا، بادجت دلوقتي ايه؟ انا عايز sufficient lead time، انا عايز وقت كافي، صح؟ يبقى البادجت ما بتتقلبش في يوم ولا يومين ولا اسبوع، دي بتاخد وقت علشان تضمن البادجت، صح؟ مش كده؟ لازم يكون عندك وقت كافي. For a budget to be useful، عشان البادجت تكون ناجحه، it must be finalized، تكون منتهيه when the physical year began، قبل ما السنه الماليه تبدا، صح؟ وبالتالي ما ينفعش اجي في نص السنه واقول لك اعمل لنا بادجت. بادجت ايه بقى؟ ما السنه بدات، صح؟ لازم تبدا تشتغل في البادجت بتاعت السنه الجديده من شهر 10، شهر 11، وهكذا، بحيث ان عند بدايه السنه تكون البادجت ايه؟ جاهزه خلاص. This often calls for months of preparation، بتحتاج شهور علشان تعملها. Since the overall goals and the baseline assumption must be announced، ومش بس كده، ده انت لازم حد يعمل لك announcement او ينبهك او يبلغك بايه؟ بال overall goal and the baseline assumption. يعني ما ينفعش تشتغل من دماغك، يعني ما حدش يجي يقول لك ايه اعمل لي البادجت بكره. بكره ايه؟ طب هات لي انت بقى، لا مؤاخذه، عايز اعرف الاوبجيكتيف بتاعت الشركه، وعايز اعرف السيلز فاليو قد ايه، السيلز كوانتيتي قد ايه من كل صنف في كل منطقه، لو انت عايزني اعملها لك. شفت؟ يعني انا لازم ابلغك بالحاجات دي قبل ما تبدا اهو. must be announced before functional area and the individual department can begin formulating their number، قبل ما ال individual department والاشخاص والافراد يبداوا يفورموليت النمبر بتاعتهم، لا لازم انا ابلغك بالبيز لاين اسامبشن، الافتراضات بتاعتك والاهداف بتاعتك، صح؟ عشان كده بيقول لك اهو the preparation of a complete organization budget، عشان تعمل complete organizational budget usually take several months، بتاخد شهور. A firm with calendar year، الشركة اللي بتشتغل بالسنة الميلادية مثلا، a firm with a calendar year end must start the budget process في سبتمبر، في شهر 9، anticipating وتتوقع it is completion by the first of December، تقعد شغال فيها 9 و10 و11 وفي بداية ديسمبر تكون البادجت خلصانة، تبدأ تناقشها بقى مع الإدارة في شهر ديسمبر كله، صح؟ The budget planning calendar، ودي خاصية من خصائص البادجت الناجحة، إن أنت يكون عندك بلاننج كالندر، تقول أنا هبدأ أشتغل في شهر 9 في الإدارات المعينة وفي شهر 10 في إدارات معينة وهكذا. is a schedule، جدول of activity for development and adopting budget، ده عبارة عن جدول كده schedule بتحط فيه الاكتيفيتي بتاعتك وقدامها تواريخها، including a list of dates، تحط فيها تواريخ معينة، indicate when specific information is to be provided to those by which information source، يعني كل تاريخ معين يقول لك إدارة السبلاي تشين هتجيب لنا البادجت بتاعتها يوم 5/10، إدارة الحسابات هتخلص البادجت بتاعت إدارة المشتريات والكلام ده كله يوم كذا، فهمت؟ ده اسمها البادجتنج إيه؟ كالندر. طيب تعالى ننقل على البادجتنج مانيوال. إيه بقى موضوع البادجتنج مانيوال ده؟ يعني إيه مانيوال؟ مانيوال يعني دليل، صح؟ يعني دلوقتي ده مانيوال معمول أو دليل معمول للكوميتي أو للإدارة اللي شغالة على البادجت. تفتحه تفهم البادجت ماشي ازاي. واحد من الديبارتمنت اللي شغال في البادجت مشي، ساب الشركه، قعد في البيت، حصل له ظرف، يقدر اي حد فورا يقرا المانيوال ده بسهوله، فيقدر ينضم الى الفريق اللي بيعمل البادجت. فبيقول لك البادجت المانيوال اهو، everyone involved in preparing the budget، كل واحد داخل في البادجت، at all level must be educated، يكون على علم on the detailed procedures، بالاجراءات بالتفاصيل، for preparing and submitting their part of overall budget، كل واحد لازم يبقى عارف الدور بتاعه بالظبط والاجراءات المطلوبه منه في preparing و submitting الايه البارت بتاعه من البادجت. ليه يا عم؟ قال لك because of the number of component department، the number of component department
عدد الأقسام الكتير المشاركة في البادجت. Budget must be prepared in standard format. يعني إيه الكلام ده؟ لازم يبقى عندك فورمات واحد على شيت إكسل ستاندرد ثابتة تبعتها للإدارات كلها، وكل إدارة تنبه عليها ما تغيرش في الفورمات ده إلا لما ترجع لك، عشان حضرتك تاخد الفورمات دي كلها وتجمعها مع بعض تعمل لك سهولة شوية وانت شغال. In addition، بالإضافة لكده، all concerned، كل الناس المتعلقين بالبادجت must be informed، يكون على علم of the ultimate goals، الهدف الرئيسي بتاعنا، that are being pursued and the baseline assumption، والافتراضات بتاعتنا كمان، that have been laid down، اللي هتقودنا إلى أسفل. إلى أسفل فين؟ إن أنت تكمل البادجت. A budget may، مثلا for example، begin with a blanket mandate to receive revenue، to raise revenue، انت ترفع الايرادات بتاعتك من 6 باي 6.5% or to cut expense across the department 2%. عارف ده ايه؟ ده عبارة عن جول بسيط او هدف. يا جماعة هدفنا يلا اعملوا البادجت، بس لو سمحتوا خلوا بالكم عايزين نرفع مبيعاتنا ب 6.5%، فالناس شغالة على البيز ده، صح؟ او يا جماعة عايزين نخفض مصروفاتنا 2%، فالناس شغالة على البيز ده. فما ينفعش ان انت بعد ما تشغلهم تفاجئهم بحاجة زي كده فتقول له ارجع عدل تاني. اتفقنا؟ طيب تعالى تاني نشوف خاصية من خواص البادجت الناجحة، وهي ايه؟ اكسبتنس ات اول ليفل، ان هي تبقى مقبولة في كل المستويات. هنعمل الكلام ده ازاي؟ بيقولك اهو، بارتيسيبيتيف budgeting has a much greater chance of acceptance. طبعا احنا اتكلمنا من شوية عن participative approach والauthorizative approach، وقلنا ان participative budget much greater chance of acceptance، بتبقى مقبولة اكتر by those affected، من الناس اللي هيشتغلوا عليها، and thus achieving ultimate success، هتعمل نجاح كويس جدا، than does budget that is imposed، احسن من البادجت اللي مفروضة from above، من فوق، مش كده؟ طيب ايه تاني؟ حاجة اسمها best practice guidelines. البست براكتس وهي افضل اداء ممكن. احنا اتكلمنا في القصة بتاعت البست براكتس دي لما كنا شغالين في الحتة بتاعت الاستراتيجيك مانجمنت، مش كده؟ طيب best practice guidelines، ودي ارشادات مهمة او رئيسية لازم تكون موجودة عندنا لافضل اداء يمكن تحقيقه، عشان كده مسمينها best practice. best practice guidelines for budget process include but are not limited to، include بتشمل ايه بقى البست براكتس دي؟ Automating the process in order to permit more time analyzing and implementing change instead of spending time manually creating the budget. يعني من الاخر بيقولك automating the process، اشتغل بالكمبيوتر بالايميلات بالاكسل بدل ما تضيع وقت، instead of spending time، بدل ما تصرف وقت كتير قوي في manually creating the budget، يبقى تشتغل بايه؟ بشغل مثلا بسيستم، باكسل، بايميلات، بدل ما تقعد ايه تشتغل بره ولا. طيب ده من ضمن البيست براكتس الجميله. سيتنج رياليستيك جول، تحط اهداف واقعيه، ما تحطش الناس اهداف خياليه ما يقدروش يحققوها. سيتنج رياليستيك جولز اند اوبتينينج اسيستنس، وتاخد مساعده الايه؟ فروم اول ليفل اوف بيرسونال، تاخد مساعده الناس كلها، تو هيلب جين سبورت، عشان تاخد الايه؟ السبورت فروم بيرسونال. عارف مسميها لك ايه؟ باي ان. عارف يعني باي ان؟ اشتري منه، اقعد من الناس كده واسمع منها واشتري منها الكلام، صح؟ علشان تاخد منهم ايه؟ ها سبورت فروم اول ليفل، عشان يهلب سبورت من الايه؟ فروم بيرسونال، من الافراد. كونسيدرنج وات اف سيناريو، يعني تحب دايما تشتغل بسيناريو اسمه وات اف. طب ماذا لو انتجنا قد كده؟ طب ماذا لو غيرنا عدد الموظفين؟ طب ماذا لو جبنا سيستم جديد؟ فدايما خلي في اعتبارك حاجه اسمها وات اف سيناريو. طيب updating budget regularly، ان انت على طول تعمل update للبادجت to reflect current condition. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تروحش تحط البادجت في اول السنه وتطبعها كده على ورق الوان وتغلفها ويتوافق عليها وتتمضي وتتركن في الدرج. لا، افرض حصل تعويم للعمله، افرض حصل تغيرات اقتصاديه، افرض حصل اوبئه، لا، على طول حضرتك تابديت البادجت بتاعتك regularly بانتظام، عشان ترفلكت تعكس الكارنت كونديشن. ايه تاني؟ Using an alternative budgeting process، يبقى عندك طرق بديلة that reflect changes، تعكس التغيرات suggested by، المقترح عنين من الoperating senior manager. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تروحش حضرتك تبقى شغال بدماغ واحدة ويجي مدير من الoperating manager يقترح عليك اقتراح فتقول له لا مش هينفع هو ده اللي عندنا. لا، لازم حضرتك يبقى عندك ايه؟ iterative budgeting process. iterative budget يعني تكون مرنة، صح؟ to reflect the changes، عشان تعكس الايه؟ التغيرات المقترحه من المديرين دول.
طيب تعال نشوف حاجة تانية، موضوع تاني اسمه effect of external factor in budgeting process. طبعا العنوان مش محتاج. ازاي الكلام ده؟ external factor، economic condition، social condition، political condition، industrial condition، legal condition، كل دي ظروف سياسية واقتصادية وانفيرمنتال بيئية واجتماعية ممكن تأثر على البادجت بتاعتك، صح؟ يعني ممكن حضرتك تاخد في حسبانك مثلا التغيرات السياسية اللي في الفترة القادمة دي، وان ممكن تقود الى انفتاح اقتصادي معين مثلا. تعال نشوف بيقول لك ايه. decision about a firm strategy، القرارات الخاصة باستراتيجية الشركة، and the intern واللي بدورها about its budget واللي هتأثر في البادجت، are depending upon، بتعتمد على ايه؟ general economic condition، تاخد في اعتبارك التغيرات الاقتصادية، and the expected trend، والترند المتوقع، as well as بالاضافة الى the availability of financial resource، ومدى اتاحة ال financial resource عندك. for instance، على سبيل المثال مثلا، if the company is entering a period of lower demand، لو الشركة داخلة في فترة كساد اقتصادي، lower demand والطلب هيكون قليل، a manufacturer لو حضرتك شركة بتصنع، will not project increased sales، مش هتتوقع مبيعات تزيد، if cost are not changeable، ولو مش قادر تغير الكوست بتاعتك، the company may budget loses for the short term to head on a market share، لازم الشركة هنا تعمل ايه؟ a company may budget loses، هتحط خسائر for the short term to hold on the market share. عارف يعني ايه الكلام ده؟ لو حضرتك متوقع ان المبيعات مش هتزيد، تعمل ايه؟ تقول لا انا هخفض سعر البيع بتاعي واحقق خسائر، اهو a budget loses، احقق خسائر بس علشان احافظ على الايه؟ على الماركت شير بتاعتي، مش كده؟ طيب ايه تاني ممكن ك external environment؟ industrial situation، موقف الصناعه بتاعك اخباره ايه؟ يعني مثلا includes the company's current market share، حصتك السوقية أخبارها إيه؟ governmental regulatory measures، الـ regulatory measures بتاعت الحكومة، تشريعات الحكومة، the labor market، سوق العمالة، the activity of competitor، المنافسين بيعملوا إيه؟ كل دي external factors لازم تاخدها في اعتبارك، صح؟ طيب تعال نشوف حاجة تانية، the concept of controllability. احنا اتكلمنا على القصة بتاعت controllability دي، وإن إزاي الكوست تبقى control للمانجر ومش control للمانجر تاني قبل كده، صح؟ اتكلمنا عن الكنترولبل كوست والنون كنترولبل كوست في البارت بتاع الكوستنج. خليني افكرك كده، الكنترولابيليتي يا جماعه في التحكم في الكوست بيرجع الى المانجيريال ليفل بتاع حضرتك، في مانجر يقدر يكنترول الكوست وفي مانجر تاني ما يقدرش يكنترول نفس الكوست، صح؟ عشان كده بيقول لك ايه، كنترولابيليتي التحكم في الكوست از ايه، ا كي كونسبت، ده هدف رئيسي او حاجه مبدا رئيسي، ان ذا يوز اوف ايه، اوف بادجتس اند اذر ستاندرد to evaluate performance. لازم حضرتك لما اجي احاسبك على حاجه تكون الحاجه دي under control بتاعتك، صح؟ يعني ما ينفعش مثلا حضرتك تبقى مثلا مشرف انتاج واجي احاسبك على الاهلاك بتاع المكن، هو مش بتاعك اصلا، صح؟ وبالتالي هنا controllability is the extent which، هي الى اي مدى المانجر كان influence activity، يقدر المدير يأثر في النشاط ده، and related revenue and cost، والإيرادات اللي جاية منه والتكاليف اللي جاية منه، صح؟ هل ينفع تحاسب مدير الإنتاج على المبيعات؟ هو ماله؟ دي مش controlled بالنسبة له، ولكن ممكن تحاسب مدير الإنتاج على الكوست، لأن هو الكوست controlled بالنسبة له، صح؟ فهمت concept controllability عامل إزاي؟ عشان كده هو بيقول لك controllable cost are those that are under the discretion of a particular manager. حلو قوي السطر ده، controllable cost هي الكوست اللي under the discretion، اللي هي تحت التقدير او التصرف بتاع مدير معين، والنون controllable cost are those to which another level، level تاني من organizational level، has committed removing the manager discretion، هو اللي يقدر يلتزم بيها ويريموف المانجر ديسكريشن، يشيل تصرف الايه المديرين فيها. فهمت يعني ايه؟ ان في الكنترولد كوست دي كوست انذر ليفل هو اللي يقدر يتحكم فيها، او الكنترولبل كوست هي الكوست اللي مدير معين يقدر يتصرف فيها، اما النون كنترولبل كوست المدير هنا ما يقدرش يتصرف فيها. شفت الفكر بتاع الكنترولبيليتي عامل ازاي؟ طيب تعالى بينا نروح لنقطه مهمه قوي اسمها ريفيجن تو ذا بادجت. يعني ايه ريفيجن تو ذا بادجت؟ يعني تعمل مراجعه على البادجت كل شويه، يعني كل كوارتر مثلا تبدا تراجع البادجت، يا جماعه هي البادجت بتاعتنا واقعيه؟ التغيرات اللي حصلت في السوق، التغيرات السياسيه اللي حصلت، اخبارنا ايه في البادجت؟ هل الاسعار، سعر العمله ارتفع بشده وبالتالي البادجت بتاعتنا محتاجه تتعدل؟ لازم تعمل ريفيجن او مراجعه على البادجت كل شويه.
فبيقول لك اهو often an organization غالبا بعض الشركات will find that the assumption الافتراضات اللي under which the budget was prepared اللي اتبنت عليها البادجت undergo significant change اتغيرت تغيرات شديدة during the year خلال السنة a policy must be in place لازم يكون في سياسة بقى موجودة هنا to accommodate accommodate يعني تهيئ revision مراجعة للبادجت to the budgeting result for this change للتغيرات ديت يبقى لازم حضرتك كويس جدا خلال كل فترة تراقب هل في تغيرات حصلت في السوق في أسعار الخامات في ارتفاع سعر العملة في ارتفاع معدل الفايدة بتاع البنك المركزي هل الكلام ده تأثيره ايه على البادجت وتعمل ريفيجن على البادجت كل شوية مش كده فبيقول لك اهو information gained during the year المعلومات اللي هتاخدها خلال السنة as actual result كمعلومات فعلية and variance وانحراف are reported اتعمل بيها تقارير ايه الكلام الجميل ده هو انت مش during the year خلال السنة كنت بتاخد الـ actual result كل شهر وتقارنها بالبادجت وتطلع الـ variance او الانحراف ولما طلعت الانحراف ده لقيت ان سبب الانحراف ده الموظف ما اشتغلش كويس او سبب الانحراف ان البادجت مش محطوطة صح مش كده يبقى في الحالة دي تاخد الـ report دي can be used to help company تساعد الشركة ان هي تاخد ايه corrective action خلي بالك الفاريانس ده برضه في حاجه اسمها actual performance variance وحاجه اسمها planning variance صحيح انتوا مش هتدرسوا هنا البلاننج فاريانس انتوا هتدرسوا البرفورمانس فاريانس بس ولكن خليني ادي لك فكره عن موضوع البلاننج فاريانس ده وهو ان الراجل اللي حط البلان نفسها او اللي حط البادجت نفسها ما حطهاش صح بغض النظر بقى عن الموظف اللي شغال حقق البرفورمانس بتاعه صح ولا لا فهنا لازم الاداره تاخد ايه كوركتيف اكشن these steps make up a control loop الستبس او الخطوات دي بتعملها كنترول لوب او حلقه رقابه كويسه جدا على البادجت بص كده الكنترول لوب دي ماشيه ازاي اول حاجه establishing standard of performance انك تحط البادجت وهي معايير قياس للاداء ما هي دي البادجت وبعدين measure the actual performance تقيس الاداء بتاع الناس وبعدين analyzing تحلل and comparing the performance with the standard تحلل الاداء وتقارنه مع الايه الستاندرد وبعدين devising and implementing corrective action تاخد اجراءات تصحيحيه بناء على البرفورمانس اللي طلع ده صح الكوركتيف اكشن دي قد تكون ان انت هتجازي موظف او تعدل من ادائه او تعمل له تريننج اكتر او حضرتك تكتشف ان البادجت بتاعتك هي اللي مش صحيحه فتروح تعمل ايه reviewing and ايه revising the standard تروح تراجع الستاندرد بتاعتك وتعمل لها reviewing and ايه revising وتعدلها اتفقنا خير كلام ظريف وسهل قوي ظريف جدا جدا تعالوا ناخد اخر حاجة عندنا وهي limitation characterism and limitation الانتقادات والعيوب الموجهة لعملية البادجت ايه ده يعني البادجت الناس كمان بتوجه لها عيوب وانتقادات طبعا تعال نشوف الناس بينتقدوا البادجت وما بيحبوهاش ليه lower level manager المديرين اللي شغالين في المستويات الاقل and other worker والعمال اللي تحتيهم often feel غالبا بيحسوا ايه بقى that management make across the board cut يعني بتعمل تخفيضات او reduction جامد جدا في المصاريف اهو when early budget iterations show that planned expenses are too high يعني ايه الكلام ده يعني في الايرلي بادجت اتريشن في مرحله البادجت الاولانيه لقت الاداره ان البلاند اكسبنسز عاليه قوي فراحت عامله تخفيض جامد في المصاريف فده بيحسس المديرين والموظفين ان الشركه جايه توفر علينا جايه تخفض من مصاريفنا ومن مرتباتنا ومن الاوفر تايم والكلام ده كله شفت هنا البادجت وصلت الاحساس السيء ده للناس ازاي لان الشركه عملت ايه اكروس ذا بورد كات عملت كات او تخفيض في المصاريف عبر الشركه كلها عشان كده بسميها across the board. The reason may be that ممكن يكون السبب هنا ان المانجمنت either does not take the time to examine specific area of budget ان الاداره ما خدتش الوقت اللازم does not take the time ما خدتش وقتها عشان تفحص الايه specific area of the budget closely وبالتالي or is unwilling to make tough decision او الشركه مش عايز تاخد tough decision قرار قوي او قرار صارب شوية about where cuts needs to be made في المكان اللي المفروض تخفض فيه المصاريف يعني من الاخر كده الشركة ما خدتش وقتها الكافي علشان تدرس البادجت صح
وتركز في كل مكان كويس، او تحدد انهي مكان اللي محتاج تخفيض مصاريف، فرحت عامله تخفيض مصاريف على الشركه ككل، راحت موصله احساس سيء للور ليفل مانجر والموظفين، فده من ضمن الانتقادات الموجهه للبادجت. طيب ايه تاني؟ بادجتنج از ايه بقى؟ يوجوالي بيزد اون ييرز تايم سبان، ان البادجت بتبقى دايما شغاله على سنوات او على سنه مثلا، اند component months والشهور المكونة ليها and the quarters of the year للشهور والquarters الموجودة في السنة which is an artificial time horizon، ودي حاجة تقليدية عليه. وبالتالي however innovation الابتكار and the rapid response والاستجابة السريعة should not be limited، المفروض ما تبقاش ايه محجمة كده by the artificial deadline imposed by the budget. يعني لو انا عايز اعمل تغيير، عايز اعمل ابتكار، مش لازم استنى اما الكوارتر يخلص، مش لازم استنى اما البادجت تخلص ويقول لك اعمل اللي انت عايزه في البادجت بتاع السنة الجديدة. ما هو ده برضو من ضمن الايه العيوب بتاعت البادجت، ان هي ممكن تحجم تفكيرك شوية، ان انا عندك فكرة جديدة لازم انفذها، لا التزم بالبادجت. صح. طيب انتقادات تانية موجهة للبادجت. A budget is a a budget is supposed to be active document. يعني ايه الكلام ده؟ A budget is supposed to be an active document، لازم تكون نشيطة شوية، and should be used regularly، ونستعملها بشكل واسع شوية with a budget to actual comparison. وحضرتك دلوقتي وانت بتقارن البادجت بالاكتوال بيرفورمانس بينج اناليزد مانثلي، تعمل التحليل ده شهري اور ايفن ويكلي او اسبوعي، تقارن الاكتوال بيرفورمانس بالبادجت. ولكن انفورشنتلي لسوء الحظ some manager develop a budget and then wait until the end of the year. يا خبر يا عم، until at the end of the year ليه تستنى لاخر السنه عشان تعمل المقارنه او الايفالويشن ده؟ ده حضرتك المفروض تعمله ويكلي او مانثلي. يقول لك لا، بعض المديرين بيحط البادجت ويت وينتظر until the end of the year to make evaluation عشان يعمل تقييم او تحسين، وبالتالي the use of rolling or continuous budget help avoid this problem. ايه يا عم الرولينج او الكونتينيوس بادجت؟ هنتعلمهم ان شاء الله في الجزء اللي جاي في البادجت ميثودولوجي. ولكن الرولينج بادجت وهو ان انت تاخد اخر بادجت موجوده بتاعت اخر كوارتر وترولها كده تبقى هي البادجت بتاعت الكوارتر اللي بعده، او الكونتينيوس بادجت البادجت المستمر، انك على طول تاخد البادجت بتاعت الشهر ده تعمل عليها تحسينات او تعديلات طبقا للاكتوال اللي حصل خلال الشهر، وتبقى هي البادجت الجديده بتاعت الشهر اللي بعده. ولكن مش تنتظر للايه لنهايه السنه عشان تعمل الايفالويشن، لا طبعا. من ضمن الانتقادات الموجهه برضو many companies are reluctant to manage، بتمنع ايه؟ to change a budget. بعض الشركات يقول لك لا هي البادجت كده اتعملت وشكرا مش هنغيرها خلاص. يا عم ده الاسعار زادت، ده سعر العمله زاد، ده يقول لك لا reluctant to ايه؟ ان هي تمتنع reluctant to ايه؟ change the budget. وبالتالي even the best budget needs to be changed، حتى لو البادجت الكويسه لازم تتعدل occasionally to respond to change in the organization operation in operating environment، لان البادجت ممكن تكون محتاجه تتعدل عشان تستجيب للتغيرات اللي حصل في الاورجانيزيشنز اوبريتنج انفيرومنت. فمن قيود او انتقادات او عيوب البادجت ان بعض الشركات بترفض تعديل البادجت. كان كلام ظريف قوي بيتهيألي، واتعلمنا فيه حاجات حلوه، عرفنا دور البادجت كبلاننج ككوميونيكيشن ككول كونجرس تول، ان هي ازاي تبقى اداه ان انت تقيس الاداء بتاع البادجت، ايه خصائص النجاح بتاعتها، تاخد وقتها في الشغل، مفيش حد يقول لك اعمل بادجت فورا، لازم يبقى عندك افتراضات مبنيه كويسه جدا للبادجت. كلام سهل وبسيط بيتهيألي ما فيهوش اي مشكله. خلصنا فيه جزء كويس من الحته بتاعت الكونسبت او المفاهيم بتاعت البادجت، باقي لنا بقى نعرف الميثودولوجي بتاعت البادجت وبعدين نخش على البريبريشن على طول. نتقابل على خير ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.